صباح الهنا والرزق والسعاده على حضراتكم. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، والنهارده معانا كلام كتير جدا، ومعانا حسم لبعض الصفقات اللي اكيد حضراتكم سمعتوا عنها امبارح، بس هنتكلم في تفاصيل اكتر. صباح الفل يا كريم. صباح الفل عليك يا نهواند، وصباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. والنهارده زي ما نهواند بتقول فعلا عندنا حاجات كتير عايزين نتكلم مع حضراتكم فيها، كتير من المستجدات عايزين نعرفكم على تفاصيلها. طبعا منها تفصيله معينه لو تلاحظوا ما كناش بنتكلم عنها الفتره اللي فاتت، لان احنا هنا في البرنامج كالعاده والحقيقه في كل برامج يعني قناه الاهلي احنا ما بنتكلمش على حاجه تخص النادي الاهلي غير بعد ما النادي الاهلي شخصيا يعلن عنها وبشكل رسمي، لان بيبقى في فترات كده فيها تكهنات وكلام رايح وكلام جاي. احنا هنا ما بنتكلمش غير عن الحقائق، وهي ما بتبقاش حقيقه غير بعد ما بتنتهي كل التفاصيل التمهيديه ليها، وده اللي هنعرفه حضراتكم طبعا كل تفاصيله في حلقتنا النهارده. بالمناسبه في الساعه الثانيه من حلقتنا هيكون عندنا فقرتين حواريتين، الاستاذه دينا نبيل الناقده الرياضيه هتنورنا في الفقره الاولى، والاستاذ عبد القادر سعيد الناقد الرياضي هينورنا ويشرفنا في الفقره الثانيه. كلام جميل جدا يا كريم. وفي بقى امبارح برضو حدث لازم نقف عنده ونبدا حديثنا عليه، واحنا هنتكلم في البدايه كده عن العلاقه طبعا القويه جدا ما بين طبعا كره القدم المصريه والاماراتيه، وده واضح جدا من اوجه كمان التعامل اللي بيتم بشكل يعني او بكل موسم خلينا نقولها، خصوصا في السوبر المصري اللي استضافته طبعا الامارات في اكتر من موسم، وكانوا اكتر من موسم رائعين وناجحين بشكل كبير جدا. خليني اقول لحضراتكم فعلا في ترحيب واهتمام اماراتي كبير جدا بقام السوبر المصري في ابو ظبي، وده ترجمه اكيد هيكون لعلاقات، انت بتتكلم علاقات قويه جدا بين اكيد الجانبين، وده من زمان مش حاجه حديثه او مستحدثه، ويعني اعتقد كلنا لامسين هذا الموضوع. السنه دي كمان في نظام جديد للبطوله تم الاعلان عنه بالامس، وتم توقيع اتفاقيه تعاون بين مجلس ابو ظبي الرياضي والشركه المتحده للرياضه في مصر، ودي اتفاقيه او اتفاقيه شراكه عشان اقامه كاس السوبر المصري للابطال في ابو ظبي أربع مواسم متتالية اعتبارا من هذا العام، تكلم 2023، إن العقد اللي فات أو الارتباط اللي فات انتهى بنهاية هذا العام وبيجدد يعني زي ما احنا بنتكلم دلوقتي، وحيشهد مشاركة أربع فرق لأول مرة، هم تكلم أبطال الدوري والرابطة وكاس مصر وكمان وصيف بطل الدوري. وعايز أقول كمان يعني ما ننساش إن بجد كان في، لو انت جيت قيمت الفتره هتلاقي كان في نجاح كبير جدا في تنظيم الامارات للنسخ السته السابقين للسوبر المصري، كان بيتكلم على 15 و17 18 20 22 23 لو انا مش ناسيه او انا مظبوط كلامي يعني، ودايما بيكون في حاله من الاحتفاء يعني الاماراتي باستضافه البطوله بيكون ليها كده شكل او طعم مختلف بصراحه. يعني انا ما حضرتش قبل كده هناك، ما حصليش يعني ان انا قدرت احضر قبل كده اي ماتش او بطولة، لكن انا اعتقد ان شاء الله مع هذا التجديد ممكن جدا يبقى في اتاحه لينا جميعا ان احنا نروح ونستمتع بالاجواء هناك، لان كمان خلي بالك يا كريم الناس اللي ما راحتش ابو ظبي وما راحتش دبي غير اللي بتسمع عنه، انا كنت من الناس اللي ما رحتهاش باي ذا واي، دايما نسمع نسمع نسمع، لكن قصه انك تسمع الاراء بتبقى مختلفه، لازم تجرب بنفسك، لازم تشوف بنفسك، لان كل واحد ليه وجهه نظر. فعلا الامارات من الدول اللي تحبها بجد، او انا حبيتها على المستوى الشخصي جدا جدا، بلد جميله. فانا ما رحتش ابو ظبي، انا رحت دبي، بس يعني ان شاء الله يبقى في زياره لابو ظبي قريب، بس بجد بلد جميله ونظام جميل جدا، وهناك انت عارف اصلا في جاليات كتيره من جنسيات مختلفه، حتى في مصريين كتير جدا، فانت لما بتسافر ما بتحسش قوي انك مسافر يعني، فده كمان حلو طبعا. ابو ظبي ما تقلش جمالا عن دبي باي حال من الاحوال، بس هي ايه اهدى سنه يعني، فاهمه ازاي؟ اهدى، بس طبعا فيها نفس القدر من الابهار والجمال والنظافه والسيستم. الحقيقه دوله الامارات عامله شغل رائع على كل المستويات وعلى كل الاصعده، وده اللي مخليها قبلت يعني الناس كتير جدا اللي هي فكرت تسيب بلدها وتعيش بره، بما فيها امريكان بما فيها اوروبيين. حضراتكم زي ما نهاوند بتقول فعلا لما تروح الامارات هتلاقوا تقريبا كل جنسيات العالم موجوده هناك، تسامح غير طبيعي يعني، المجتمع هناك حقيقي يساعدك ويساعدك على العيشه في سلام وحاجه جميله جدا. ودايما طبعا على صعيد بقى الموضوع اللي كانت نهاوند بتكلمكم عنه على صعيد حسن التنظيم والاستضافه، حدث ولا حرج، وده طبعا العادي والمعتاد من دوله الامارات. اكيد طبعا تنظيم بطوله السوبر المصري للابطال في ثوبها الجديد يعني بمشاركه اربع فرق اكيد هتبقى وجبه كرويه دسمه جدا، وبرده اكيد هتحظى باهتمام ومتابعه الجماهير العربيه في كل مكان، للجماهير العربيه بشكل عام والمصريه والاماراتيه على وجه الخصوص. طبعا في دور مهم وكبير بتلعبه شركه المتحده للرياضه في مساله ابرام الاتفاقيات اللي من شانها يعني تطوير منظومه كره القدم المصريه ونقلها من المحليه للاقليميه وكمان للعالميه.
وفي هنا تفصيله بس عايزين نشرحها لحضراتكم، انه في حال حصول بطل الدوري على كاس مصر او كاس رابطه الانديه المصريه هيستبدل بوصيف كاس مصر، وفي حال حصول بطل كاس مصر على كاس رابطه الانديه المصريه يعني يستبدل بوصيف كاس مصر، وفي حال تكرار نفس الفريق في البطولات الموضحه بتكون الاولويه في الحاله دي في المشاركه حسب ترتيب الدوري العام المصري. بناء عليه الانديه اللي هتشارك هتكون النادي الاهلي حكم او بحكم او بكونه بطل الدوري، ومعاه بطل كاس مصر اللي لم يحدد بعد حتى هذه اللحظه، ومعاهم سيراميكا كليوباترا بطل كاس الرابطه، وبيراميدز وصيف الدوري. وفي حال فوز الاهلي او بيراميدز في ببطوله كاس مصر طبعا هتتاكد بقى مشاركه نادي الزمالك وقتها بصفته ثالث الدوري. كلام محترم جدا، انت شرحت يعني بالتفصيل بالظبط النظام هيكون ازاي. ولو هنرجع تاني بقى ونشوف الجانب الاماراتي رايه ايه او تصريحاته كانت عامله ازاي، احنا بنتكلم ان فعلا في حاله من الاحتفاء الاماراتي بالكره المصريه، وده بيظهر في التصريحات دايما لما تيجي تحاول تجس نبض كده بتروح للتصريحات بشكل كبير. امبارح الاستاذ عارف العواني الامين العام لمجلس ابو ظبي الرياضي اتكلم ووصف الاتفاقيه بانها تعاون مثمر يعني وانسجام كبير جدا، بتدل على الانسجام كمان اللي مع او العلاقه الوطيده اللي بتجمع البلدين مع بعض. وقال كمان ان عشاق كره القدم المصريه بامكانهم هذه المره الاستمتاع بفرقهم المفضله لاسبوع كامل وليس فقط ل 90 دقيقه. اعتقد دي نقطه مهمه جدا للجانبين. كمان مهندس سيف الوزيري رئيس مجلس الاداره عضو المنتدب طبعا لشركه برزنتيشن سبورتس اتكلم وقال كمان ان نجاح مجلس ابو ظبي الرياضي في فكره تنظيم 6 نسخ من بطوله السوبر المصري هو عزز فكرة يعني تطوير البطولة، ولأن الاتفاقية دي بتأتي في إطار حرص الشركة على امتداد دورها الداعم لكرة القدم وتوسيع انتشار المسابقات المصرية ورصيدها كمان لدى الجمهور العربي، وتأكيد كمان على قيمة وجماهيرية الكرة المصرية في نطاقها العربي العريض. يعني لو جيت قيمت هذا الكلام أنا بشوفه كلام محترم جدا، تصريح أكثر من رائع ولصالح طبعا الكرة المصرية. وفعلا الكلام ده مظبوط، يعني هي مش كلام بيتقال مجاملة، الكرة المصرية ليها عشاق بشكل كبير جدا في الوطن العربي، واحنا بما ان احنا اصلا عددنا كبير جدا فانت هتلاقي المصريين في اي حتى يعني مباراة او بطولة بتقام لمصر او اي اندية مصرية هتلاقي عدد كبير جدا من المشجعين طبعا. المصريين بيكونوا بيحضروا ده لان هم بيعشقوا كرة القدم في العموم، احنا شعب بنحب كرة القدم صحيح. وفي نفس الوقت احنا تعدادنا كبير فهتلاقينا في كل حتة، عشان كده مهما سافرت مش هتحس بغربة، المصريين طبعا. في كل حتة بجد، يعني ده مش كلام وخلاص. فانا شايفه ان ده يعني سيستم كويس جدا، وفكره كمان انت بتتكلم اكتر من ماتش مش فعلا بس 90 دقيقه، اعتقد ده شيء رائع جدا وهيبقى ليه ثمار على الجانبين يا كريم ايجابي. عندك كم كبير جدا من المصريين عدوا بقى مرحله محبتهم لكره القدم ودخلوا في مرحله ان بقت كره القدم هي المصدر الرئيسي والاساسي للسعاده بالنسبه لهم، ده في ناس بتتنفس كره قدم. وبالمناسبه انا في الفتره الاخيره خدت بالي ان في حتى كتير من السيدات متابعين وعارفين اللعيبه وعارفين الدوري ومين اول ومين تاني وبيدخلوا معاكم في كل التفاصيل. فالحقيقه كره القدم كالعاده هي معشوقه المصريين من قديم الزمان. تعالوا بقى نروح لحديث المدينه اللي كان داير الفتره اللي فاتت وكلام كتير قوي ولا سيما على السوشيال ميديا. وتاني ارجع اقول لحضراتكم احنا هنا في 10 الصبح في الاهلي ما بنتكلمش في اي حاجه، وخصوصا لو كانت ليها علاقه بالصفقات الجديده او المنتظره غير لما الصفقه كل تفاصيلها تتم ويتم التوقيع بالفعل. امبارح اعلن النادي الاهلي عن انضمام رضا سليم مهاجم الجيش الملكي المغربي لصفوف الفريق لمده 4 سنوات قادمه ان شاء الله، ومن الممكن اضافه سنه اخرى لمده العقد اذا ما رغب النادي الاهلي في ذلك. تم انهاء كافه الامور الاداريه والماليه الخاصه بانتقال اللاعب، وكمان وجه الحساب الرسمي لنادي الاهلي رساله الى الوافد الجديد على صفحته على الفيسبوك قائلا فيها مرحبا بك في ابو النوادي الذي ليس له في المعمور مثله، نادي القرن في افريقيا. وافد جديد لاعب مهم جدا 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 في اشادات واسعه جدا الحقيقه بقدراته وبامكانياته، وما فيش شك انه باذن الرحمن هيكون اضافه جديده للنادي الاهلي، وبرده متوقع ان هو ما ياخدش وقت طويل في مساله الاندماج، ومستنيين منه كتير ان شاء الله الفتره الجايه.
بص انا عاجبني البرومو بتاعه جدا، يعني عجبني، وحديثه عن التاريخ وابن بطوطه وربطه، وازاي اتكلم ابن بطوطه على مصر ان هو جاي، وازاي اتكلم عن مصر اصلا، وازاي اتكلم عن النادي الاهلي كمان. البرومو اكثر من رائع، يعني تحيه بجد للقائمين عليه، وفكرته حلوه جدا. ورضا سليم من الاسامي اللي ترددت طبعا مؤخرا، بس زي ما كريم قال واحنا دايما بناكد، احنا ما بنقولش اي صفقه ممكن يكون عندنا على فكره معلومات، هو مش ممكن، احنا بيبقى عندنا المعلومات فعلا، بس ما نقدرش نتكلم او نصرح بيها لاي حد، لان احنا بنلتزم بيه طبعا القرار، او بنلتزم بالتصريح الرسمي اولا لازم ان هو يصدر من النادي الاهلي، حتى لو في منابر اعلاميه طبعا اخرى وزملاء اخرين يعني اعلاميين بيتكلموا باسم النادي الاهلي او بيتكلموا يقولوا عن الصفقات اللي عندنا، احنا بنلتزم طبعا ان احنا لازم الاول النادي الاهلي هو اللي يعلن بشكل رسمي. ان بالمناسبه كان في صفقات كتيره تم الاعلان عنها وما كانتش سليمه، فبرضه ده بيحصل بشكل كبير، حتى لو طلع الاعلامي قال لك خد الحصري من عندي، لما بيبقاش خد الحصري من عنده خالص يعني. واسمع مني وخد مني. والله مره كنت قاعده بتفرج من الكلام ده من فتره، يعني مش فاكره كانت صفقه مين، مش فاكره مين فيهم بصراحه، وهو قاعد بيتكلم عن صفقه انا عارفه ان هي مش جايه، يعني احنا عارفين ان هي مش جايه، وقاعده ببص واتفرج والله بجد، وخد الحصري من عندي، وقاعد بيتكلم بثقه رهيبه، وقاعده بضحك، يعني ما هي وحشه بعد كده ليك، وحشه ليك مش حلوه. المهم دي موضوعنا، موضوعنا ان رضا سليم اهلاوي، هي دي النقطه، وانت بتتكلم عن لاعب ليه قيمه كبيره جدا طبعا في فريقه، ومعروف عنه حاجات كتيره جدا، منها اولا الشخصيه كريم، شخصيه قويه، شخصيه هاديه الى حد برضه كبير، رغم ان في بعض الاحيان وبعض الناس قالت لك لا هو في بعض الاحيان بيكون ليه بعض التصرفات يعني مش اللي هي متهوره شويه، لكن دي نادره جدا، لكن هو في الملعب شخص رزين جدا، في نفس الوقت كورته حلوه، اتكلم على الكره الطويله، الكرات الطويله العرضيه الغيره المرتده، لا كورته حلوه جدا، لاعب اعتقد ان هو ان شاء الله هيكتب يعني بطولات جديده مع النادي الاهلي. برضو تردد في الفتره الاخيره، لان الناس دايما بتحب ان هي تفهم المشهد بشكل كامل، قال لك طيب هو جاي مكان حد ولا هو جاي ايه بالظبط، قال لك طب ده مكان بيرستا وده مكان مين بالظبط، لا الكلام ده مش مظبوط تماما، هو مش جاي مكان حد، احنا بندعم صفوفنا، احنا بندعم صفوفنا لا اكثر لا اقل، وكولر شايف ان ده مهم جدا في الفتره الحاليه، فقد كانت ولسه ممكن يكون في صفقات كمان جايه مين عارف، فكل التوفيق ليه، وزي ما احنا بنتكلم اي حد بينضم للنادي الاهلي بينضم للعيله بتاعتنا، فبالتوفيق ليه، واكيد من اول يوم او زي ما بتقال من دي 1 هو يعني خلينا نقول كده كسب خلاص دعم الجماهير كلها، لو انت تشوف امبارح تويتر الناس كلها سعيده بهذه فعلا الصفقه. طيب احنا متابعين مع حضراتكم مشاركات منتخباتنا برضو المختلفة في البطولات العالمية. امبارح منتخب مصر للقوس والسهم شارك في بطولة العالم في برلين بألمانيا، والمفروض هتستمر لغاية 6 أغسطس، ومشاركة هنا مصر احنا بنتكلم عنها في البطولة يا جاية ضمن مرحلة الإعداد لخوض البطولة الإفريقية طبعا، المقرر إقامتها هتكون في تونس نوفمبر 2023 خلال كام شهر يعني جايين، واللي هتكون مؤهلة طبعا بقى للبطولة الكبرى، هي دورة الألعاب أولمبية باريس 2024، وكلنا منتظرين وعندنا أمال من يعني المنتخبات بتاعتنا المختلفة والاتحادات المختلفة إن هم بجد يشرفونا بشكل يعني يليق بالجماهير المصرية، لا إحنا عايزين برونزيات، لا عايزين تمثيل مشرف، لا عايزين إن إحنا رحنا وعملنا اللي علينا، إحنا مش عايزين نسمع ده، سمعناه قبل كده وآخر مرة كان في طوكيو، نتمنى بقى في باريس يبقى في وضع مختلف، لأن الرياضة المصرية اختلفت، لأن الأبطال عندنا اختلفوا في الأربع سنين اللي فاتوا، فحقنا إن إحنا نروح بقى إن شاء الله باريس ويبقى في نتائج كمان تليق بالجماهير وبالشعب المصري. بالمناسبه برضه خليني اقول لحضراتكم دي المره الثالثه اللي بتقام فيها بطوله العالم للقوس والسهم في المانيا، وبيشارك يعني في النسخه الحاليه عدد كبير جدا من اللاعبين، عندك 534 لاعب من 80 دوله، فهنرجع نقول بالتوفيق ان شاء الله للاعبين بتوعنا في المنتخب ان شاء الله يا رب. طبعا احنا لسه عندنا المزيد والمزيد من الاخبار والتفاصيل اللي هنعرفها لكل حضراتكم بمجرد يعني بمجرد عودتنا من هذا الفاصل، بس قبل ما نطلع الفاصل تعالوا ناخد فكره كده عن درجات الحرارة النهاردة وصلت كام في محافظات مصر المختلفة، ثم فاصل بعدها عودة إن شاء الله. تفضل أخبار النادي الأهلي وفرقنا المختلفة، هنروح لمقر النادي الأهلي بالجزيرة ومريم سميح عشان تطلعنا عليها. مريم بونجور، صباح الهنا عليكي، وإحنا عارفين أنت محضرة لنا أخبار كتيرة خاصة طبعا بالفرق وأخبار عن النادي الأهلي، تفضلي سامعينك. صباح عليك يا نهاوند، وصباح عليك يا كريم، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يوم جديد وجولة جديدة من داخل الأنشطة المختلفة داخل النادي.
يعني خلينا نبدا الاول بالفريق الاول لكره القدم. يمكن عقب مران امس اللي اقيم في تمام الساعه 5 مساء، الحقيقه ان النهارده قرر مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق ان هو يديهم راحه سلبيه النهارده على ان يستأنفوا يعني المران غدا ان شاء الله. ان شاء الله المران غدا هيكون التجمع في تمام الساعه 3 عصرا، وهيكون المران هيبدا في تمام الساعه 4 عصرا، وده هيكون طبعا علشان يسافروا الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق للاستعدادا لمباراة المصري إن شاء الله اللي هتقام يوم الخميس في تمام الساعة 6 مساء على استاد برج العرب. والحقيقة طبعا يعني يمكن هذه المباراة بتأتي في ربع نهائي كأس مصر في النسخة الحالية 2022-2023، والحقيقة أن هذه هتكون آخر مباراة في هذا الموسم. بعد كده بقى يمكن يعني هيحصل الفريق على أكبر فترة أجازة حصل عليها يعني يمكن منذ أشهر، تحديدا النادي الأهلي أو لاعبي فريق النادي الأهلي يمكن لم يحصلوا على إجازة بكل هذه الفترة، يعني إلا الأجازة اللي هيحصلوا عليها خلال الفترة المقبلة أو عقب مباراة المصري يوم الخميس إن شاء الله. هيكون في أجازة 3 أسابيع أو تحديدا 20 يوم إلى بقى أن يبدأوا الموسم الجديد، وهتكون طبعا البداية مع مباراة إمبي إن شاء الله في حال تأهلنا لنصف نهائي كأس مصر، ويعني يمكن هتكون دي بقى تزامنا مع الموسم الجديد. خليني شويه اتكلم عن يمكن مران الامس. مران الامس كان في يعني تمارين استشفائيه وعدد من التمرينات البدنيه للذين لم يشاركوا في المباراه السابقه طبعا يعني امام الداخليه، ولكن الحقيقه كل اللي شاركوا بشكل اساسي يمكن هم اللي خضعوا لتدريبات استشفائيه وتدريبات في الجيم جري حول الملعب، ده طبعا علشان يعني يخففوا الحمل البدني. والحقيقه يعني ان قرر مستر مارسيل كولر انه عاقب امبارح كمان ان هم يديهم بقى راحه النهارده علشان يكون في يعني بعض من تخفيف الاحمال والاعباء البدنيه عشان يكونوا في يعني كامل فورمتهم وكامل حالتهم ان شاء الله امام المصري، خاصه ان احنا عارفين ان هي بتكون مباراه صعبه وند بند طبعا على ارض الملعب زي ما احنا عارفين دايما. يمكن انا اتكلمت مرارا وتكرارا حاجات بسيطة بتحصل، عكوسات بتحصل، معلش ما هو برنامج محسود والله. خلينا نكمل مع حضراتكم، معلش طبعا ده بيبقى عطل فني. خلينا نستكمل اخبارنا ونروح بقى لساديو ماني. ايوه، اللي بقى رسمي في الدوري السعودي خلاص يا حضرات. امبارح النجم السنغالي ساديو ماني اجتاز بالفعل الكشف الطبي مع نادي النصر السعودي، طبعا تمهيدا للانضمام لصفوفه خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه. صحيفه الرياضيه السعوديه قالت انه تخطى بالفعل الكشف الطبي اللي كان خضع ليه مسبقا في دبي، وانه كمان وقع عقود انضمامه بشكل رسمي لصفوف نادي النصر السعودي. علق ساديو ماني على خبر انتقاله لنادي النصر وقال: ترك البايرن يؤلمني، كنت أتمنى نهاية مختلفة، وأعلم أنه كان بإمكاني مساعدة الفريق هذا الموسم، ومع ذلك أتمنى للنادي وللجماهير التوفيق في المستقبل. طبعا انتقال ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ لفريق النصر السعودي تم في مقابل 37 مليون يورو، هو ما يعني ما قعدش اكتر من موسم واحد بس في بايرن ميونخ على عكس كتير من التوقعات، هو ما استمرش معاهم غير موسم واحد فقط، وان شاء الله مفترض ان عقده هيمتد حتى يونيو 2025 مع نادي النصر السعودي. برضو السعوديه عماله تبهرنا كل يوم والتاني. بس 37 مليون لا شويه، لا غلبان بقى شوية. لا ده حرام. نتكلم اكتر، او بما ان احنا بنتكلم بقالنا فتره كمان عن الدوري السعودي واللي بيحصل فيه من تعاقدات طبعا مع نجوم كمان اوروبا واسماء كبيره جدا، وفوائد بقى التسويق والاستثمارات على الناحيه الثانيه العائده من كل الاتفاقات دي او كل العقود دي ايه بقى يا ترى؟ ده مهم كمان احنا نطرحه، وهنتكلم في كل ده وخاصه طبعا في هذا الملف مع احد كوادر مصر الموجوده في السعوديه، وهو المهندس حسام بدير مدير قطاع تطوير الاعمال يعني في نادي عفوا نادي ايه؟ الاتفاق. يا باشمهندس صباح الهنا على حضرتك. مفيش مشكلة. بص هي حاجات برضو بسيطة بتبقى وبتحصل
بتحصل ده يعني وارده جدا. لا مهم جدا ان احنا نوصل الاستاذ والمهندس حسام بدير لان هو المعني بهذا الملف، واحنا دايما عمالين نتكلم عن الصفقات دي. طب على الصعيد الثاني الصفقات دي بقى على الصعيد السعودي انا هنا بتكلم، هتاتي ثمارها ولا لا؟ هذا الفكر هل احنا نقدر نقول ان هو فعلا هيكون فكر ناجح ولا لا؟ انا اعتقد طبعا عمرهم ما هيعملوا صفقات زي دي الا ما يكون في دراسه مؤكده ان الموضوع ده ليه عائد، وين وين سيتويشن زي ما كنا بنتكلم، سؤال للعيبه او كره القدم او للجانب طبعا السعودي والماركتينج وغيره وغيره. وانظار العالم ابتدت ان هي تلاحظ حتى الاختلاف النوعي والاختلاف اللي اعتقد افضل من رائع واكثر من رائع اللي طرح على السعوديه بقاله اكثر من كذا سنه، واللي كنا بنتمنى من فتره طويله بالمناسبه ان هو يطرق على السعوديه لان هي تستحق ذلك يعني. فهيبان كل ده طبعا على مدار السنوات القادمه والمواسم القادمه، لكن مهم ان احنا ناخد فكره دلوقتي لو معانا باشمهندس حسام يعني. لو مش معانا بقى يا جماعه خلاص خلينا نروح للخبر اللي بعده ونبقى نرجع تاني. طيب خلونا طيب لغايه لما يعني نقدر نتواصل بشكل افضل مع الباشمهندس حسام، خلونا نرجع مره ثانيه لزميلتنا العزيزه مريم سميحه عشان تكمل تغطيتها لينا وتعرفها لينا ببقيه التفاصيل. طب وانت يعني ايه؟ ايه ده؟ انا باخد يعني حاجات متضاربه، يعني انا بسمع الشيء وعكسه، ده شيء عجيب جدا قوي. يعني مريم معانا يا ترى ولا مش معانا؟ انت احساسك ايه؟ ولا المكالمه معانا؟ يعني قلبك واخدك لاتجاه ايه؟ اللي معانا؟ اعتقد كده. يا مريم اهلا بيكي مره ثانيه، معلش التغطيه المره اللي فاتت لم تكتمل لكن عندنا بقى عشم المره دي نعرف منك بقيه التفاصيل، اتفضل. يعني بنأسف على هذا العطل الفني المفاجئ، ولكن الحقيقة يعني يمكن أنا كنت توقفت عن أن دي أكبر أجازة هيحصل عليها الفريق لمدة 3 أسابيع أو 20 يوم تحديدا، وبعد كده بقى هي دي هتبقى الأجازة عقب انتهاء مباراة المصري إن شاء الله بعد غد الخميس، وبعد كده هنعود مرة أخرى بعد 3 أسابيع إن شاء الله لمباراة إمبي في حال تأهل النادي الأهلي لنصف نهائي كأس مصر النسخة الحالية، وإن شاء الله طبعا يكون النادي الأهلي هو حليفه الفوز ونتأهل لنصف النهائي. ولكن الحقيقة أن مباراة إمبي هتكون هي المباراة الأولى تزامنا مع الموسم المقبل إن شاء الله. الحقيقة بقى يعني يمكن ده أجازة بشق الأنفس زي ما بنقول كده الحقيقة، لأن دي يمكن أكبر أجازة هيحصل عليها لاعبي فريق النادي الأهلي تحديدا اللي خاض عدد كبير جدا من المواجهات سواء المحلية أو الإفريقية خلال الفترة اللي فاتت، وده اللي شفنا طبعا بيتكلم فيه دايما مرارا وتكرارا مستر مارسيل كولر. وعشان كده الحقيقه ان امبارح كان المران بيعتمد على تخفيف يعني الاحمال البدنيه، والنهارده قرر ان هو يكون راحه سلبيه، وان شاء الله بكره المران هيبدا فيه تمام، او التجمع هيكون فيه تمام الساعه 3 عصرا، والمران هيبدا فيه تمام الساعه 4 عصرا. ده طبعا هيكون مبكرا قبل التوجه لمدينه الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراه المصري اللي هتقام بعد غد الخميس ان شاء الله على استاد برج العرب في تمام الساعة 6 مساء في إطار دور طبعا يعني الثمانية من بطولة كأس مصر. خليني بقى يعني أنتقل لكل الأمور اللي موجودة هنا في النادي، وعلى رأسها طبعا الاشتراكات اللي يعني يمكن شغال عليها الإدارة على قدم وساق. الحقيقة أن كل شوية بيؤدي أو بيتم تقديم طبعا تسهيلات لكافة الأعضاء أو كمان لكل الناس اللي عايزة تشترك في عضوية النادي الأهلي، سواء العضوية العامة أو عضوية طبعا فرع الشيخ زايد والفرع الأخير للنادي الأهلي فرع التجمع الخامس أو القاهرة الجديدة. الحقيقة أن الإدارة أعلنت يعني منذ ساعات قليل عن تسهيلات جديدة لهذه العضويات. طبعا هيكون يمكن في 3 طرق أو 3 يعني تسهيلات مختلفة لكافة الأعضاء. الحقيقة يعني إن بدايتها إنه يتم دفع 25% مقدما، وبعد كده هيكون التقسيط على 6 سنوات، وطبعا يعني يمكن التسهيل الثاني بيتم دفع 30% مقدما، وبعد كده بيتم بقى يعني مدة الأقساط أو يعني تقسيط على مدة 5 سنوات، وبعد كده بقى يعني يمكن هو ده التسهيل الأخير بيتم دفع 50% مقدما، والتقسيط بيبقى على مدة 4 سنوات. طبعا أي حد حابب أنه هو يشترك في الأفرع المختلفة يقدر أنه هو يتوجه للمقر الرئيسي بالجزيرة في حالة يعني أنه هو عايز يشترك في كافة الأفرع أو يعني العضوية العامة، يحصل على العضوية العامة، وطبعا يقدر يتوجه للشيخ زايد أو كمان يعني يمكن التجمع الخامس عشان يشوف على أرض الواقع كل المنشآت الخاصة بالفرع اللي هو حابب ان هو يشترك فيه. وكمان
شوف انا اقول لك على حاجه، يعني طول ما انت بتضغط الحاجه ما بتجيش. لما تسيب الحاجه تيجي لوحدها، فاحنا مش هنضغط اكتر من كده. بس كتر خير الدنيا على الدنيا اهو، كان موفر برضه من المعلومات. خلينا ننتقل مره ثانيه ونحاول ان شاء الله يكون معانا المهندس حسام بدير مدير قطاع تطوير الاعمال في نادي الاتفاق. يا باشمهندس حسام صباح الهنا. اهلا بحضرتك، منورنا ومداخله في غايه الاهميه طبعا، لان العالم كله حاليا انظاره على السعوديه والصفقات وحجم وقيمه هذه الصفقات، وطبعا صفقات تقريبا كلها ناجحه بشكل كبير جدا. وزي ما كنا بنتكلم في البدايه خالص لما كنا بنسمع عن كريستيانو رونالدو، كنا بنقول ان هي صفقه دوله وليست صفقه رياضيه فقط او صفقه كره قدم فقط. يعني السؤال بقى المهم هنا طبعا، انا عايزه اروح مع حضرتك ليه ازاي اصلا وليه السعوديه بدات تفكر في الاستعانه بنجوم اوروبا بهذا الكم كمان في الدوري السعودي، وهل حجم كمان الايرادات ممكن ان هو يعوض كم الانفاقات اللي تمت في العقود اللي بنسمعها بملايين اليوروهات؟ اتفضل يا فندم. صحيح، هو دلوقتي لا يخفى على حد يعني ان توجه الدوري السعودي هو منافسه كبار الدوريات في العالم زي الدوري الفرنسي والدوري الايطالي، وان هو الخطه الموضوعه حاليا من المملكه ان هو ينافس هذه الدوريات ويكون من ضمن افضل خمس دوريات على مستوى العالم على كذا مرحله. وفكره استقطاب النجوم العالميين مش بس هدفها هو هدف رياضي، بالعكس هو هدف استراتيجي بيتماشى مع رؤيه المملكه 2030 لتطوير قطاع السياحه والترفيه والرياضه، ويخلي انظار العالم تتجه نحو المملكه العربيه السعوديه بوجهه نظر مختلفه شويه عن الناس اللي اتعودت عليه. فكان دي ابرز الاهداف، فاي لاعب بيجي لاي نادي او استقطاب نجم كبير زي بنزيما في الاتحاد، زي مؤخرا جوردن هندرسون في الاتفاق مثلا، فهو الهدف منه استراتيجي مش بس رياضي. هو تسويق للمدينه اللي النادي موجود فيها، على سبيل المثال كريم بنزيما فرايح جده، والاتفاق رايح جوردن هندرسون رايح الاتفاق اللي هي الدمام، فبيخلي الناس تتعرف اكثر على معالم المدينه سياحيا وابرز المناطق اللي فيها. فهو ده باختصار يعني الهدف من استقطاب النجوم العالميين. ده الشق اللي هو المعنوي شويه او الشق اللي هو مش مادي، الشق المادي بقى تحديدا، هل احنا الايرادات دي يعني من التسويق اللي تكلفته عاليه جدا سواء تعاقدات او غيره هتقدر المملكه تسترده مره ثانيه غير الماركتنج طبعا اللي هي عاملاه، ولا ده لا يقدر بثمن زي ما بيتقال؟ صحيح، فهو طبعا المبالغ المرصوده لاستقطاب النجوم العالم دي مبالغ كبيره جدا، لكن في نفس الوقت اي مسؤول هو دايما بيفكر في حاجه في الاستثمار او في التسويق عندنا اسمها تكلفه الفرصه البديله. فهو بيشوف اذا هو عايز يعمل يعني توسعه او تعزيز للهويه بتاعه السياحه، ممكن يصرف قد ايه في السوشيال ميديا وفي الميديا وفي الماركتنج سولوشنز العاديه، الحلول التسويقيه التقليديه. فانا اشوف دي طريقه ذكيه جدا، اما عن استرداد المبالغ دي فبالعكس شفنا دلوقتي توسع من كافه الشركات العالميه في رعايه الانديه، فده برضه هيكون مورد كبير للدخل. زائد الجزء اللي حضرتك قلت عليه ان هو جزء اللي لا يقدر بثمن ولا يقاس، اللي هو قوه العلامه التجاريه وتعزيز الصوره الذهنيه في عيون الناس يعني او في ذهنهم. هو بطبيعة الحال أي قرارات اتخذت من قبل المملكة العربية السعودية في هذا الإطار أكيد ما بتتخذش كده بشكل عشوائي، لازم بتدرس كويس قوي، وكل الأطراف والأشخاص المعنيين بيبقوا طرف أساسي في مسألة الاختيار من عدمه. لكن سؤالي لحضرتك دلوقتي، هل الاتجاه ده للشكل ده تحديدا من الاستثمار في الدوري السعودي ككل، هل هو افضل نسبيا من فكره ان احنا نشتري انديه زي ما حصل مثلا مع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وغيرهم؟ دي نقطه. النقطه الثانيه برضو الاستعانه بهذا الكم الكبير من نجوم واقطاب كره القدم العالميين في الدوري السعودي، هل ده برضو من شانه ان هو بشكل مباشر يدعم من ملف السعوديه اللي ممكن تتقدم بيه لاستضافه كاس العالم لاحقا؟ صحيح، انا هاخد السؤال على شقين. الشق الاول اللي حضرتك اتفضلت بيه يا استاذ كريم اللي هو هل طريقه الاستثمار دي افضل من ان احنا نشتري نادي زي ما قطر عملت مع باريس او الامارات عملت مع مانشستر سيتي؟ فبالعكس السعوديه يعني الطريقه اللي هي عامله بيها دلوقتي هي بتمشي في مسارين.
هو مسار الاستثمار في شراء الانديه وتخصيصها. فشفنا الاستحواذ على انديه زي نادي نيوكاسل يونايتد، وفي نفس الوقت مسار تخصيص الانديه السعوديه نفسها وتحويل ملكيتها من ملكيه وزاره الرياضه اللي هي حكوميه الى قطاع خاص او قطاع اهلي مملوك للمستثمرين. فاشوف ان الفكره الحاليه هي اذكى، لان هي فكره متطوره شويه عن بس استقطاب او شراء انديه بشكل منفرد. ده السؤال الاول. السؤال الثاني مسألة تدعيم الملف السعودي لاستضافة كأس العالم طالما عند السعودية هذا الكم من نجوم كرة القدم العالميين. صحيح، هو دلوقتي التوجه العام هو استضافة أكبر قدر من الفعاليات أو الأنشطة الرياضية الكبيرة على مستوى عالمي للتمهيد لاستضافة كأس العالم. حتى الآن غير مؤكد دخول المملكة اللي هو الملف المشهور اللي هو السعودية ومصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030، ولو اني وده توقع شخصي ان احنا اعتقد مش هندخل لا مصر ولا اليونان ولا السعودية في الملف، لان خلاص التقديم في سبتمبر 2024، وحاجة زي كده الملفات بالحجم ده بيتجهز لها اكثر من 3 4 سنين. ملف قطر فضل يتجهز له 10 سنوات مثلا. فده توقع شخصي وليس معلومة او خبر، لكن كل الاستثمارات الحاليه هي هدفها ان الدوله تكون واقفه على رجلها وتكون قادره على استضافه اي حدث، خصوصا لقرب كاس اسيا 26 اللي السعوديه فازت بتنظيمه. فالمنشات حاليا كلها بيتم تطويرها لاستضافه كاس اسيا 26 بنفس الطريقه اللي كانت قطر بتستعد بيها لكاس العالم، فكانت بتستضيف بطولات مؤهله وتكون كبطولة تجريبية بتختبر بيها الدولة قوة كوادرها وقوة منشآتها على استضافة بطولات كبيرة زي كده. حلو جدا. طيب احنا عارفه ان احنا مطولين شويه على حضرتك، بس مهم ان احنا برضو يعني معلش اعذرنا لان في كذا ملف مهم جدا. انا عايز اسال حضرتك لان الفتره كمان اللي فاتت يا باشمهندس عمالين نسمع عن عفوا ميبابي وهو رفض العرض السعودي، لا قبل العرض السعودي. ميبابي في السعوديه والدوري السعودي ولا لا يا باشمهندس حسام؟ دي نقطه. النقطه الثانيه برضو عايز اتكلم مع حضرتك فيها، يعني لو احنا هنيجي نتكلم عن تدخل راس الاموال في تحديدا كره القدم والاستثمارات الضخمه المؤخرا في العالم كله بتتم، هل بتشوف ان هي دايما بتكلل بالنجاح ولا بتكون عرضه لان ممكن يكون فيها نجاح وممكن يكون فيها فشل حسب الاداره؟ عشان كده برضو الواحد لازم او بسال حضرتك عشان نطمن على نجاح التجربه السعوديه. اتفضل يا باشمهندس حسام. شكرا جزيلا. السؤال الاول مبابي، يعني اعتقد كل نجوم العالم حاليا هم على منظار الدوري السعودي، وفي طريقه دلوقتي بيتبعها اداره رابطه المحترفين والانديه السعوديه لاستقطاب النجوم الكبيره اللي زي كده. فكل اللاعبين بيتم تصنيفهم كلاس A وكلاس B، فئه ألف وفئه باء اذا يعني جاز لينا التعبير بالطريقه دي، لعقود اللاعبين وليس للاعبين نفسهم لاشخاصهم، لهم كل الاحترام والتقدير طبعا. فاللاعبين المميزين النجوم العالميين هم دايما على منظار الدوري، امبابي، صلاح، قبل كده شفنا كريم بنزيما، رونالدو، فكل دول اعتقد تم تقديم ليهم عروض بشكل مستمر بغرض ان هم يكونوا في الدوري السعودي، وبتتوقف الرغبه على اللاعب هل هو حابب يخوض التجربه ولا لسه عايز يكمل شويه في اوروبا وشايف ان وجوده في الدوري ابطال اوروبا يكون طريقه لي. حتى الان ما فيش اي انباء مؤكده سواء على امبابي او صلاح، لكن بالتاكيد تم تقديم عروض دي. هل هيكونوا موجودين في الدوري السعودي ولا لا؟ اعتقد ده هيكون متوقف على رغبه اللاعبين واللي احنا نقدر نشوفه خلال الاسبوعين اللي جايين. هو الدوري السعودي عدى بقى وتخطى مرحله التعاقد مع اللاعبين الاشهر على الاطلاق، يعني انتم مؤخرا عندكم في نادي الاتفاق شخصيا يعني تم اختيار جيرارد اسطوره ليفربول للتعاقد معاه كمدرب، فاكيد برضه هيبقى ده ليه انعكاسات طيبه على الفريق ان شاء الله الفتره الجايه. ان شاء الله. احنا فعلا بدانا كنا من اوائل الانديه اللي بدانا بالتعاقدات مع المدرب وبالتجهيز مع المدرب والتجهيز مع المدرب كان في يعني لاعبين كبار كانوا موجودين زي جوردن هندرسون زي موسى ديمبلي، فكلها اسماء كبيره كانت ساعدنا يعني ان هي موجوده في نادي الاتفاق. جميل.
باشمهندس بنشكرك جدا والله، يعني مكالمة طويلة شوية بس بنشكر حضرتك على هذه المداخلة، كان مهم جدا ان احنا نطلع كمان السادة المشاهدين على الملف السعودي وكمان الجوانب المختلفة الخاصة به، ونرد على بعض برضو الأسئلة كانت موجودة خاصة عن مبابي، لأن احنا شخصيا كنا مش عارفين مبابي فعلا في الدوري السعودي ولا لا. صلاح سمعنا طبعا عنه مؤخرا، بس أنا استبعد تماما وجود صلاح في الدوري السعودي، يعني ده توقعي أنا، أعتقد ان هو بعيد جدا عن ده، ممكن كمان 3 سنين يا كريم او حاجه ممكن يفكر في ده، لكن حاليا صلاح ما اعتقدش ان هو بيفكر بهذا الشكل ابدا. يعني بصي فضوء اللي حصل الفتره الاخيره صعب تتكهني، لان ساعات بيبقى فيه بس بيبقى فيه كده برضو احساس او مؤشرات، ما اعرفش كل واحد برضو ليه حسبته، يعني لكن استبعدها. لكن محمد صلاح لغايه دلوقتي هو ماشي على الحسبه اللي معظم المصريين حابينها له، فكره الاستمراريه مع ليفربول، لانه خلاص الراجل بقى ايقونه للمدينه، وهو عنده طموح، يعني هو لسه عنده طموح كرويه كبيره. خلي بالك معظم اللي رايح الدوري السعودي مش فكره ما عندوش طموح بس، خلاص هم بيبقوا مين ليحققوا حاجات كتيره جدا، فهم بيروحوا ينهوا مسيره طب. بشكل برضو جيد على الصعيد المادي وغيره. انما محمد صلاح اعتقد ان هو لسه عنده كتير نفسه يحققه، فكره ان هو يكون احسن وافضل لاعب في العالم وغيره، هو عنده طموح ما اعتقدش في الدوري السعودي مع كامل احترامي دلوقتي الفتره الصح ان هو يروح ويحقق ده هناك، مش هيحصل طب. فاعتقد عشان كده انا بستبعد وجوده يعني ضمن طبعا الاسماء الكبيره في الدوري السعودي في الفتره الحاليه. وعلى ذكر ليفربول، نادي ليفربول اعلن حضرات في بيان ليه بالامس اختيار الهولندي فان دايك قائدا للفريق خلال الموسم المقبل ان شاء الله، طبعا مع تواجد ترينت الكسندر ارنولد كنائب ليه. فان دايك قال في تصريحات ليه لموقع ليفربول الرسمي انه فخور جدا هو وعيلته بهذا القرار، وانه شعور خاص لا يمكن وصفه، وقال سافعل كل ما في وسعي لاسعاد الجميع ولاجعل الجميع فخورين بي وسعداء بي. بالمناسبه فان دايك لعب 222 مباراه مع ليفربول منذ انتقاله من ساوثهامبتون، الكلام ده كان في يناير 2018. احنا لسه متابعين مع حضراتكم، بس هنا بقى هنروح لبطوله كاس العالم للسيدات المقامه في استراليا ونيوزيلند، وبنتكلم من امبارح احنا بنتكلم شهدت فعلا يعني رقم كمان تاريخي جديد، هو تسجيل الهدف رقم 1000 في تاريخ البطوله. بنتكلم عن كره القدم للسيدات، هذه الرياضه برضو اللي هي ابتدت مؤخرا تفرض نفسها عالميا وتجذب كمان يعني الجماهير بشكل كبير جدا في كل انحاء العالم، حتى في الدول اللي لسه ما عندهاش طفره كبيره حصلت على ارضها يعني، حتى في الفكر في الكره النسائيه تحديدا. امبارح البطوله زي ما كنت بقول لحضراتكم يعني شهدت نديه كبيره جدا، وحققوا برضو انجاز كبير جدا، انا بشوف ان ده تطوير رائع. وفي نفس الوقت كنت بقول لحضراتكم امبارح البطوله دي فعلا بتنال يعني استحسان العديد من الجماهير في كل انحاء العالم. تسجيل الهدف الالف ده انت بتتكلم في تاريخ البطوله، اخذ منهم 31 سنه و8 شهور و15 يوم بالظبط في لغه الارقام يعني، فب التوفيق طبعا البطولة اعتقد ان هي رائعة حتى هذه اللحظة. طيب احنا نروح بقى مع حضراتكم لفيديو جراف مختلف حبتين، يعني احنا العادي ان احنا نقول لكم تعالوا نشوف الفيديو جراف ده، هنشوف من خلاله مثلا اسرع لاعب في تاريخ كرة القدم. المرة دي هنشوف بقى معاكم حاجة مختلفة، هنشوف من خلال هذا الفيديو جراف مين اكتر اللعيبة اللي اتطردوا من ارضيات الملعب، فتعالوا ناخد فكرة وبعديها نطلع فاصل ونرجع بقى عشان نكمل معاكم. اتفضل. عودة مرة تانية لحلقتنا النهاردة من 10 الصبح في الأهلي، أهلا بكم من جديد. طبعا إحنا بنتكلم في الفترة الأخيرة عن كتير من المشاكل اللي بيعاني منها لعيبة ولاعبات في رياضات بعيدة شوية عن كرة القدم. امبارح تحديدا كنا بنتكلم يعني بشيء من التفصيل في الموضوع اللي طبعا ظهر على الساحة مؤخرا، مسألة التجنيس. فتعالوا نتكلم عن مسألة التجنيس، وطبعا عندنا أكثر من مثل نقدر يعني نستشهد بيهم في هذا الإطار. ده الملف اللي هنفتحه مع الأستاذة دينا أنور الناقدة الرياضية اللي منورانا النهارده. صباح دينا نبيل، عفوا حسيت إن في حاجة غلط. دينا أهلا بيك يا دينا. دينا ضيفة كريم، صباح النور. بونجور بونجور يا دينا، نورانا بجد. وبصي في ملفات كتيرة، منها طبعا هنتكلم عن التجنيس، وهنتكلم برضو عن الاستعدادات المختلفة لطبعا أولمبياد باريس 2024، واللي المصريين كلهم عندهم امال كبيره ان النسخه دي ان شاء الله من الاولمبياد ان هنقدر نحصد عدد اكبر من الميداليات في رياضات طبعا مختلفه. فنبدا بس بملف التجنيس، لان لسه كنا امبارح تحديدا الصبح بنتكلم في هذا الملف الساخن، خلينا نقولها بهذا الشكل، واللي اتقسم فيه الناس بشكل صريح مع
وضد. فكرة تجنيس تحديدا مروان والشرباجي واللي كان قبلها محمد الشرباجي، والعوامل اللي بتأدي ان رياضي يكون ناجح كبير كتير جدا، 13 بطولة مروان الشرباجي تحت علم مصر. اعتقد ان الاتحاد بتاع السكواش يعني استاذ عاصم كنا حتى بنتكلم عن التصريحات الخاصة برئيس الاتحاد المصري للسكواش، كان بيقول ان يعني هو ما كانش بيعاني بأي مشكلة في الداخل يعني. ف ايه اللي بيخلي، ايه اللي بيدفع الابطال بتوعنا ان هم يروحوا يتجنسوا بجنسيات اخرى ويلعبوا تحت العلم بتاعها؟ صعب ده شويه، بيزعلنا. اكيد احنا بنيجي نكتب خبر عن القضايا دي اكيد قلبنا بيوجعنا جدا، من فكره ان انت يبقى عندك بطل من ضمن افضل 10 على العالم وفجاه البطل ده بيقرر ان هو يمثل دوله اخرى، دي اكيد حاجه تضايقنا جدا حتى كمتابعين للرياضه. لكن لو هنتكلم في الحاله تحديدا، اولا يعني لو هنتكلم عن حاله مروان، فانا يعني بشوف ان هو اصلا مش قوي ما يطلقش عليه تجنيس، لان هو حد كان معاه يعني عايش حياته هو من هو عنده 14 سنه في انجلترا بالظبط، وتعليمه هناك وعايش في بريستول وتدريباته كلها هناك، هو واخوه برضو محمد اخوه الكبير. فبالنسبه لي انا رغم تاكيداته لرئيس الاتحاد والتصريح المشهور اللي كلنا شفناه على النت اول امبارح، لكن رغم تاكيد رئيس الاتحاد انا كان بالنسبه لي كان متوقع ان هو هيسير على نهج اخوه محمد. زي ما قلت انا هما الاثنين بيدينوا بالفضل والولاء لانجلترا وصرحوا بده اكتر من مره، يعني هو زي ما قلت هم عشان خاطر بقالهم فتره عايشين، فتره كبيره عايشين في انجلترا. لكن لو هنتكلم على التجنيس كحاله عامه او كالابطال اللي بيقرروا ان هم هو اسرح في حالات تانية اكتر بكتير من الاخوين شرباجية بالظبط. يعني احنا كان عندنا لسه البطل اللي هو بتاع المصارعه البغدوده اللي من شهرين قرر ان هو ما يرجعش، ولحد دلوقتي ما حدش يعرف عنه حاجه اصلا. فاحنا عندنا يعني مش عاوزه برضو زي ما هنلوم البطل، عندنا مشاكل في الاتحادات شويه. يعني مثلا اتحاد السكواش، لو هتكلم بالتحديد عن اتحاد السكواش، عنده مشاكل مع لاعبين كتير جدا. يعني لسه انا شفت برضو تصريح لمصطفى عسل لاعب النادي الاهلي كان امبارح بيصرح بالليل ان انا برضو عندي مشاكل مع الاتحاد والاتحاد ما بيساعدنيش. فاتحاد السكواش عنده اكتر مشكله مع اكتر من لاعب. ايه نوع المشاكل دي وليه اصلا في مشاكل في اتحاد المفترض ان هو ناجح وابطاله كلهم عالميين بالمعنى الحرفي للكلمه؟ دي مشكلة كبيرة جدا ان انت يبقى عندك كمان المشاكل في اعمار سنية صغيرة. يعني مروان ومحمد كبار، قرارهم شخصي من دماغهم، الله اعلم هم مثلا يعني القرار خدوه في قد ايه، يعني بقالهم قد ايه بيفكروا فيه. لكن لو نتكلم مثلا احنا عندنا ابطال زي امين عرفي، زي مصطفى عسل، ابطال بيعانوا مشاكل، في مشكله انه مش عايزه تسفر والدها معاها. ليه توصل البطل ان هو يعمل استغاثه على الفيسبوك ومامته تطلع تصرح وتعمل تخاطب وزير الرياضه؟ يعني المشكله تكاد تكون مش كبيره قوي لدرجه ان انت تعمل مناشده عليها. يعني انت رئيس اتحاد دورك ان انت تحل المشاكل دي داخليا، ما توصلش البطل واهله واسرته ان هم يطلعوا يعملوا استغاثات على الفيسبوك وان هم يطلعوا يصرحوا يعملوا مدخلات في برامج. طب انت كدورك اتحاد، الموضوع دايما التجنيس بنفتحه كل فتره وبيخلص بمداخلتين في التلفزيون من رئيس الاتحاد وشكرا، بيتقفل على كده. ليه بقى ما بيدرسش او حضرتك المداخلتين دول بيخلوا الشكل العام مش لطيف للامانه؟ يعني ما هو عشان خاطر انت ما بتحلش ازمه، انت بتطلع بس تسكت الراي العام، تقول والله احنا عندنا منه كتير واحنا عندنا كذا بطل واحنا عندنا كذا لاعب من ضمن العشرة الاوائل. طب فين حلولك ان انت تمنع الموضوع دوت؟ فين دراستك انت كاتحاد دلوقتي واعضاء مجلس ادارتك فين عشان خاطر توقف الحنفيه دي؟ زي ما بنقول توقف حنفيه ان كل شويه بطل يطلع يقول لك انا هقرر ان انا اسافر او اعيش بره، او زي ما بقول كمان. يعني الفكره ان الموضوع الغريب في الامر، لو في حاجه الواحد بيستغربها، ان جايه في لعبه احنا مصر مسيطره فيها على السيدات ورجال وناشئين. بصي يا استاذه دينا، اقول لك على حاجه، ما عشان نتكلم بقى في ملف لازم نبقى عارفين جوانبه كلها. اولا كان استاذ عاصم خليفه انا وكريم امبارح اتكلمنا في التصريحات المختلفه اللي صرح بيها يعني في منابر اعلاميه، كان من اخرها مع الاستاذ عمرو اديب بالامس، وقبلها كان مع احمد موسى. يعني كان ليه اكثر من تصريح واكثر من مداخله لما جم سالوه على البادجت بتاع الاتحاد المصري للسكواش، هو 5 مليون جنيه. ف 5 مليون جنيه لاتحاد من الاتحادات مفروض للرياضات او رياضه احنا الاوائل فيها عالميا، طبعا 5 مليون جنيه ده ولا حاجه. هو اتكلم ان ده البادجت بتاعه الاتحاد من الوزاره، واي سبونسر بيبقى موجود ده شخصي لاي لاعب، ده موضوع تاني، ده ما الاتحاد ما بيتدخلش فيه. تمام، ده بيحصل في العالم كله. بس 5 مليون جنيه على مدربين وعلى لعيبه وعلى معسكرات وعلى مصاريف قليل جدا لاتحاد
قوي زي الاسكواش. فدي نقطه. النقطه الثانيه لما اجي اتكلم ان انا بسمع مش مره ولا اثنين ولا ثلاثه، ده حصل. ويمكن كمان كان في مداخله الاعلامي عمرو اديب مع الاستاذ عاصم خليفه رئيس الاتحاد كان بيقول له حضرتك سمعت ان كمان احتمال يبقى فيه كلام ان نوران جوهر بطله الاسكواش المصريه ان هي بيتقال ان هي هتروح تلعب باسم امريكا، فهو كان استنكر ده قال لا انا ما سمعتش حاجه زي كده. هي نفت امبارح، هي نفت بس احنا ما هي ما هو برده مروان في الاول قال ان هو ما عندوش نيه ان هو يروح ولا انا بتكلم غلط؟ فهي النقطه انا مش عايز ده يحصل، انا مش عايز ده يحصل، وانا اكيد كرئيس اتحاد ببقى حريص جدا ان ما اخليش ده يحصل، لان ده هيكون يعني مش هقول فشل بس هيكون غلط في الاتحاد نفسه. صح. يعني ملف مرتبط ببعضه للاسف. لما الاتحاد سكواش واحنا تاني نرجع نقول ده اتحاد ناجح وكل المنسوبيه او كل التابعين ليه ابطال عالم تبقى ميزانيته 5 مليون، امال لو اتحادات تانية هيبقى ميزانياتها ايه؟ اقل طبعا يعني. فاهم قصدي؟ فطبيعي ان احنا نسمع كل فتره والتانيه، وبعدين في حاجات بتبقى شكلها حتى العام مش لطيف. يعني في حاله مثلا الاخوين شرباجي كان في كلام رايح وكلام جاي وتصريحات متبادله وينفوا ويرجعوا ياكدوا الى اخره. في بقى ناس بتاخدها من قصرها وبتهرب. صح. من مثلا بعثه مشاركه طالعه معسكر في دوله معينه فتهرب، فده بيسيء لشكل الرياضه في مصر عموما. ده اكيد. احنا يعني انا برضو عايزه اقول ان هناك لما كان محمد الشرباجي اتسال طب انت ايه اللي خلاك دفعك تعمل كده وانت بقالك اكتر من 28 سنه يعني عندك 28 سنه وبتلعب باسم مصر، طب ايه اللي خلاك تعمل كده؟ فكان بيتكلم ان في غير مشاكله مع الاتحاد او مع بعض الاشخاص في الاتحاد، هو كان عنده ان هو في انجلترا كان في مميزات مش موجوده في مصر، اللي هي ان هو عنده تيم كامل بيسافر معاه في كل البطولات، تيم طبي لما لا قدر الله بيحصل له اصابه في الملعب ففي حد بيتكفل بعلاج كل الاصابه دي، مش معنى ان انت مشارك في بطوله بشكل فردي او مش مع المنتخب فلا احنا هنعالجك واحنا هنتكفل بكل ده. في امكانيات انا عارفه ان احنا في مصر يعني ممكن ما نقدرش نحققها لان هي محتاجه زي ما نهاوند كانت بتقول احنا لسه يعني المبلغ البادجت اللي عندنا مش بشكل يعني مش ما تكفيش كل ده ان احنا نعمل كل ده لابطالنا. ف يمكن الموضوع مش فلوس او ان هو مش اغراءات ماديه اكتر ما هو فكره البطل دايما محتاج دعم، فكره التيم معايا في كل بطوله، في لما بيحصل لي اصابه حد، لما يحصل لي مثلا ايقاف او حاجه حد بيقف معايا، الدعم دوت بيحتاجه كل بطل رياضي. يمكن ده مش موجود في اتحادات كتير. ده حق مشروع لاي بطل. بالظبط. طبعا. وعلى فكره احنا مش بنتكلم، انا مش بتكلم على اتحاد الاسكواش بس، لو هنتفرع بقى ونتكلم بطلتنا هنا جوده كان عندها مشكله برده من شهرين نفس المشكله برده، ومشكله ما مش متعلقه بفلوس خالص، ده هي كانت عايزه المدرب يسافر معاها. يعني حاجه مش متعلقه بفلوس ولا بادجت ولا اي حاجه، ده هي كانت عايزه المدرب بتاعها يسافر معاها مدربها الشخصي واترفض ده. طب ليه يا جماعه يعني بضع بعض العراقيل في قدام الرياضيين؟ على فكره في حاجه كمان كان برضو كان حد بيتكلم فيها من الابطال الرياضيين، فكره ان انت بره يبقى عندك بس انت رايح مركز مصفي ذهنك بس للبطوله اللي انت رايح تنافس عليها او الميداليه اللي انت رايح تجيبها، مفيش بقى عندي مشاكل في الـ في الـ في الامتحانات، الامتحانات هسقط فيها لو سافرت البطوله دي، لا ده انا مدربي مش هيسافر، لا ده والدي مش هينفع يقعد معايا في الاوضه. فدي مشاكل بحس ان هي مشاكل فرعيه بتاخر كتير قوي للبطل. بالظبط. للاسف للاسف انا مش عارفه هل الموضوع محتاج مثلا فكر جديد يدخل بقى الاتحادات، يعني الناس عندها حداثه شويه في فكرها، شباب تدخل يعني بروح جديده، اللي بيمسكوا الاتحادات يكونوا من الشباب نفسهم اللي كانوا ابطال، يعني ممكن باي تايم، بس حاليا الوضع اعتقد ان هو مش افضل شيء، يعني مش افضل شيء. فخلينا نتكلم بمنتهى الصراحه يعني عشان الموضوع ما يسخنش مننا خلينا نروح عشان ابتدى حسيت في حزن في الحلقه، يعني خلينا نروح لملف. لا هو مش حزن، هو شجن. شجن تاتش شجن في القعده كده، يعني الموضوع مش مستحمل. خلينا نروح لملف اخر واستعداداتنا طبعا المختلفه لاولمبياد باريس والبارالمبيكس برضو اللي هم مش على فكره بالمناسبه احنا مش قلقانين على ابطالنا البارالمبيين خالص، بجد بيصنعوا مجد من لا شيء. صح. يعني احنا بنتعلم منهم ودي ولا مش طالعين نجام خالص ولا اي حاجه ولا الهوى. فبجد ناس اكثر من راعين ربنا يوفقهم ان شاء الله. بس بالنسبه بقى للاولمبياد، ايه الاتحادات او الرياضات اللي انت مطمنه شويه ان احنا ممكن نحصد فيها سواء ذهبيه او فضيه ان شاء الله؟ يعني هو في والله اكتر من اتحاد بحس ان هم ماشيين بشكل كويس جدا زي اتحاد الخماسي الحديث. يعني اتحاد الخماسي الحديث مؤخرا او مش مؤخرا يعني احنا بقالنا كذا سنه ورا بعض ما شاء الله الله اكبر، يعني بنشوفهم ما بيبقوش ما فيش بطوله عالم او كاس عالم لان طبعا دي حاجه ودي حاجه، ما فيش بطوله ما بيبقوش موجودين فيها على منصه التتويج، لازم يا في الفردي يا في المختلط لازم موجودين. فبصراحه انا بشوف ان اتحاد الخماسي الحديث
ان شاء الله اتمنى يعني ربنا يكرمهم، بس باذن الله هم اقوى المرشحين ان هم يحققوا ميداليه في الاولمبياد، لان زي يعني كمان غير التخطيط كمان اللي هو بعيد المدى، هم كمان عندهم ميزه ان هم نازلين بالاعمار السنيه، يعني مش مثلا عندنا بطل زي احمد الجندي حقق ميداليه في اولمبياد طوكيو الميداليه الفضيه اللي جابها، فاحنا هو عندنا واحد بطل شغالين عليه، لا احنا عندك اعمار سنيه ثانيه شغالين عليها، وناس في ابطال، في فريده خليل، في ملك، عندنا كذا بطل هم شغالين عليهم، وحتى في البطولات اللي هي الناشئين والشباب زي 17 و19 سنه ما شاء الله بيجيبوا ميداليات، فالاتحاد الخماسي من الاتحادات اللي كل الناس عقد امال عليه ان هو يحقق ميداليه ان شاء الله في باريس. دي برضو جمله حزينه، لما تبقى بلدك فيها اكتر من 105 مليون وعندنا رياضه احنا بنراهن فيها على لعيب وحيد حزين ما لا نملك غيره. لا لا مش وحيد ان شاء الله. يعني لا في عطل، ما في حاجه غلط، يعني في حاجه مش مظبوطه. طيب عايز برضو اروح معاك او ارجع معاكي مره ثانيه مؤقتا كده لتفصيله التجنيس، انت اكيد واخده بالك برضه، انت عايز حزن، شوف انت مصمم كده المصير على الشجن. طبعا طبعا. في الفتره الاخيره زي ما رؤوس الاموال بقت متداخله مع الرياضه، يعني الاقتصاد بقى داخل في الرياضه، السياسه هي كمان بقت داخله في الرياضه، وبنشوف لده مظاهر كتير من ضمنها مساله التجنيس. وعلى فكره التجنيس حتى مش بعيد عن عالمنا العربي، يعني في دول خليجيه طبعا حديثه نسبيا بتنفق اموال طائله في استقطاب وتجنيس لعيبة مصريين، منهم كتير بالمناسبة بصفة خاصة في رياضات مختلفة. الفلوس اللي بتدفع في التجنيس وفي الجلب مش الأولى تدفع في أن أنا أقوم ولاد بلدي وأقوم على ناشئين، يعني قاعدة ناشئين يعني بشوف ان هو يعني طبعا عندك حق، بس في دول بتبقى عارفه ان هي عشان خاطر تقدر توصل للمدى البعيد، ان هي تجيب مثلا، هي عايزه تجيب مثلا ميداليه في اولمبياد مثلا باريس او لوس انجلوس، فلا انا لسه عشان خاطر اعد بطل وان انا اقومه دوت، طب ما اجيب بطل مجنس يعني اجنسه ويجيب لي ميداليه، وهم بيستغلوا بيلعبوا على حته عدم استقرارك في بلدك او عدم استقرار اوضاعك مع الاتحاد بتاعك في بلدك. طب فمثلا هو طب ممكن يشتغل احلى من كده، ما هو بالظبط، هو مثلا بيجي هنا عارف ان في بطل هو بيشكو مثلا من قله الدعم، في ابطال تانيين لا هو متمسك ان انا هفضل العب باسم مصر رغم مثلا ان انا مش واخد الدعم الكافي، لكن هو عارف البطل دوت لا ده ممكن يوافق عادي فبيعرض عليه، فهو بيستغل الحته دي ان هو انت بيخش من الحته دي ان انت شويه ظروفك مش احسن حاجه، طب تعالى طب هغريك طب انت واسرتك، فيروح ياخده، فطب ده بطل عجاز وهو يعني موهوب، هو عنده بذره اللي هو المتفوق في اللعبه دي، سواء اثقال حقيقي اللي هم بيحققوه بالسيناريو ده، يعني فكره ان احنا نجيب حد في خلال 3 اسابيع ونجنسه عشان في اولمبياد كمان شهرين يجيب لنا ميداليه، احنا كده حققنا مجد يعني. يعني هو يعني بحس ان هو طالما هو معترف بيه فهنعمل ايه، يعني هو معترف بيه عالميا والميداليه بتنسب له حرفيا، بتنسب للبلد دي رغم ان البطل ممكن يبقى اصله من دوله تانية سوداني ولا مصري ولا اي حاجه، بس هي في النهايه بتحسب له ميداليه اولمبيه، فما نقدرش نقول حاجه. طب احنا عندنا كام بطل رسميا دلوقتي اتاهل لاولمبياد باريس بالعدد؟ عزمي محلبة في الرماية طبعا، يعني عزمي محلبة من الناس اللي ما شاء الله الله أكبر مستواها كويس جدا، بنراهن عليه طبعا. الرماية احنا أرقامنا تحديدا عزمي، يعني عزمي ما شاء الله متفوق، عندنا برضو منتخب غير منتخب الأولمبي لكرة القدم ومنتخب السباحة التوقيعية برضو تأهلوا، في مهند شعبان في الخماسي الحديث، عندنا مروان القماش طبعا سباح كبير تأهل في سباقين 800 متر و 1500 متر يعني دول حتى الآن اللي ضمنوا التأهل رسميا للأولمبياد. عندنا الفترة الجاية بطولات كتيرة جدا جدا مؤهلة للأولمبياد، كمان لو هنتكلم على الألعاب الجماعية احنا عندنا منتخب الطايرة عنده بطولة أفريقيا هنا في مصر ودي مؤهلة للأولمبياد، برضو عندنا منتخب اليد عنده بطولة أفريقيا في شهر يناير مقامة في مصر هنا ودي برضو مؤهلة للأولمبياد، وطبعا منتخب اليد مؤهلة يعني لأصحاب المركز الأول بالظبط أول بس. طب وعمر عصر في عمر عصر الطاولة البينج بونج ما شاء الله، يعني مش بس اكتفى، يعني غير الطفرة اللي هو قدمها في أولمبياد طوكيو في بطولة العالم الأخيرة كان تأهل ربع نهائي، أول عربي يعمل الإنجاز ده، فعمر عصر مستواه قوي جدا يعني، بس هو متوقف يعني دايما بشوف لعبه التنس الطاوله دي شويه الصين والدول اللي هي الاسيويه دي مسيطره فيها سيطره فظيعه جدا، فطبعا غير قوه عمر وان هو ما شاء الله محافظ على مستواه من ساعه اولمبيات اللي فاتت، بالتاكيد هو متوقف على الاعداد والفتره بتاعت من النهارده، احنا خلاص دلوقتي اقل من سنه ان شاء الله على الاولمبيات، فتره الاعداد بتاعته دي هتمشي ازاي؟ عمر عصر طلع في التلفزيون قبل كده وقال ان انا عندي شويه مشاكل في الاعداد ولسه ما حددتش الخطه بتاعتي، بس دكتور اشرف صبحي استجاب على طول يعني وقعد معاه وحدد فتره الاعداد بتاعته هتمشي ازاي، خصوصا ان عمر عصر من الاولمبيات اللي فاتت واحنا يعني عاقدين عليه الامل ان هو يحقق حاجه ان شاء الله. حلو جدا.
يعني اسماء لحد دلوقتي مش وحشه. عندنا كمان مش عدد يعني مش وحش. ف لا في السلاح، احنا السلاح عاملين فيه انجاز كبير جدا. لسه زياد السيسي جاب في بطوله العالم برونز اللي كانت في ايطاليا. زياد السيسي يعني مش عاوزه يعني احصر السلاح في زياد السيسي بس، لكن عندنا محمد حمزه، عندنا محمد السيد، يعني عندنا اكتر من بطل بيحققوا انجازات كبيره جدا. يمكن شويه ساعات مش بيبقى موفق قوي في بطوله او حاجه، لكن السلاح برضو زي الخماسي الحديث ماشي بشكل كويس جدا وبينافس يعني مصنفين كلهم في كل الاسلحه مصنفين بشكل. حضرتك يعني بطبيعه الحال بحكم تخصصك اكيد انت بتراقبي الحاله الرياضيه العامه في مصر، واكيد خدتي بالك ان في طفره حصلت مؤخرا على عده اصعده، بنيه تحتيه وحاجات كتير الحقيقه. بس في نفس الوقت برضو عندنا نوعيه مشاكل صعب تسمعي عنها في اي بلد تاني. ليه ده حاصل؟ وليه حاصل في الوقت اللي الدنيا بتقوم فيها وبتقف على رجليها وبنطور وبندعم وبنعمل حاجات حلوه كتير، ليه سايبين مشكلات ذات طبيعه زي ونوعيه إيه؟ غريبه زي مشكلة التجنيس اللي مثلا نتكلم عنها، واللي مثلا عندك اتحاد ناجح جدا وتلاقي لعيبة بينتموا للاتحاد ده وبيشتكوا من ان مفيش مثلا موارد، زي لاعب كمال اجسام او رياضة قتالية بيحتاج فيها بند التغذية لوحده بيحتاج تمويل كبير جدا، وهو راجل بطل عالمي وبيشتكي انه مش لاقي حد يدعمه ويجيب له بس المكملات الغذائية. دي كواليتي مشاكل صعب تلاقيها في اي اتحاد مثلا لرياضة في بلد تانية. ليه ده حاصل؟ بشوف ان بعض الاتحادات محتاجه شويه تغير تفكيرها او تغير سياستها او تغير عقليتها في التعامل مع الابطال والمشكله. يعني مثلا لو بتكلم على السكواش، لو بتكلم على الاتحاد المصارعه، على فكره من الاتحاد اللي احنا عندنا فيه ناس موهوبه جدا، سمر حمزه كيش ومحمد مصطفى، لكن برضو هتلاقيه في مشكلات مع اللعيبه. طب انت البطل عندك، انت عندك ابطال ناس موهوبين جدا ومصنفين على اعلى مستوى في العالم، طب حافظ عليهم. لا، عندنا مشكله شويه في التواصل مع اللاعب، شويه اللوائح، يعني طبعا كل الاحترام للوائح، بس شويه يبقى فيه يعني نفك الدنيا شويه بالظبط كده. طبعا نفك الدنيا شويه، لاعب عايز يسافر معاه مدربه، يعني احنا شويه محتاجين ان احنا نعيد التفكير، ان احنا نسهل الدنيا، نبسط الدنيا شويه لابطالنا، ما يبقاش هو داخل البطوله شايل هم ال 100 حاجه وشايل هم ده انا عندي مشكله، ده انا مدربي مش عارفه مين، ده انا عندي مشكله في الامتحانات. زي ما قلت محتاجين شويه في العقليه كمان. يعني لو هتكلم بقى عن فكره صناعه البطل الاولمبي او فكره ان انا البطل عشان خاطر ان انا وده مشروع قومي مستقل، ده مشروع، ده في دول بتشتغل عليه سنين. مش هتكلم طبعا عن المبالغ اللي بتتصرف، لان دي مبالغ. يعني انا كنت يعني من فتره كده كنت بقرا تقرير فكان بيتكلم ان الصين عندها اكتر من 3000 حاجه اسمها مدرسه رياضيه. انت ما بتعملش حاجه ان انت تدخل ابنك او تدخل بنتك، وهي ما بتعملش حاجه ان هي بس تلعب رياضه، تركز في الرياضه اللي هي حباها او اللي هي موهوبه فيها، عشان خاطر ان انا عاوزك، والكلام ده وهي صغيره كمان وهي عندها 5 6 سنين، عشان دي انا عايزها، حاطط تارجت ان هي مثلا في سن كام دي تجيب لي ميداليه. وبعدين هو كمان بيفكروا في الذهب، يعني هو مش تارجت ان انا اجيب ميداليه اولمبيه وخلاص، لا انا عاوز الذهب. ما عندهمش جمله تمثيل مشرف زي عندنا؟ لا شويه. والله يعني هو ساعات كمان انا بحس ان هي في عقليه اللاعب اكتر كمان. يعني اللاعب ساعات بحس تصدق نفسك انت تقدر تنزل، يعني كام عندنا لاعب موهوب وما شاء الله عنده موهبه كبيره جدا في رياضته ومركز وكل حاجه، لكن بيجي في الايفنتات الكبيره اللي هي زي الاولمبياد تحس انه ينزل خايف متوتر. دي النقطه اللي نرجع نقول تاني، الاخصائي النفسي اللي هو مهم ان هو يكون مصاحب لكل بطل ولكل اتحاد. حتى صح. في كره القدم قلنا اهميته ازاي، ولما جه حتى في النادي الاهلي مع الفريق الاول ازاي كان ليه انعكاس طبعا جيد جدا على اللعيبه يعني طوال الموسم خلينا نقولها. بصي، ما ده هيبقى برضو المشكله كل احنا بنتكلم فيه تحت بند التمويل او الماديات اللي هي برضو ما زالت كلها او كل الاتحادات فيها بتعاني بشكل كبير. وزاره الشباب والرياضه ليها بادجت معينه بتحاول ان هي توزع. صح. هي برضو نبقى بنتكلم في المشهد بشكل يعني مفصل شويه. وزاره الشباب والرياضه ليها بادجت بتقسمه على الاتحادات المختلفه، المفروض ان النصيب الاكبر بيكون للاتحادات اللي هي بتحقق لك ميداليات اكبر.
اكبر. هل ده محقق مع بعض الاتحادات؟ يمكن احنا اتكلمنا دلوقتي على السكواش، لا غير محقق، 5 مليون جنيه يعني دلوقتي 5 مليون جنيه ده مش رقم. فدي ازمه رقم واحد التمويل. تاني حاجه ثقافه السبونسرشيب، لسه ما عندناش هذه الثقافه منتشره بشكل كبير. بعد اولمبياد طوكيو ابتدت الفكره تختلف شويه، شفنا ابطالنا لما رجعوا ازاي الشركات المختلفه ابتدت ان هي تستغلهم في الاعلانات بدل الفنانين وغيره، اللي بنكن ليهم كل الاحترام بالمناسبه، بس احنا خلاص يعني مش هنبقى مبسوطين قوي واحنا بنشوف فنان بيمثل شركه، عايزين نشوف ابطال بقى رياضه يعني يبقى حتى ملهمين للاطفال والاجيال الصغيره يعني، وبيرفعوا اسم مصر في محافل دوليه. فاتكلمنا في ده كتير ولسه، لكن لسه السبونسرشيب مش زي برضه، خلينا نبقى متفقين طبعا. ففي حاجات لان الثقافه مختلفه بتؤثر على ده. نقطه حضرتك قلتيها مهمه جدا، لسه مش كل الاجهزه بتدعم من ناحيه ان انا مثلا وزاره الشباب والرياضه تبقى داعمه مع وزاره التعليم ان هي يبقى في تاخير للامتحانات، لان برضه في ناس في مدارس دوليه، فالمدارس الدوليه لا تلتزم بده، لك انا ماليش دعوه، انا ليا منهج وماليش دعوه، ما اقدرش ان انا اخر غير طبعا لما بيبقى في الخارج. فهي عراقيل موجوده شويه، حاجات فيها بايدينا وحاجات مش في ايدينا، ومين اللي بيدفع الثمن في الاخر؟ هو البطل بتاعنا للاسف. يعني مش دورنا احنا كاعلام نلاقي حلول بصراحه، احنا يعني بنحاول نشوف حد يشوف حل، لكن احنا بننقل الصوره زي ما هي. بس طبعا حضرتك معنيه بهذا الملف واتكلمتي طبعا مع اشخاص اكيد كمان من وزاره الشباب والرياضه، طب التعليق بيكون ايه مثلا؟ يعني رد المسؤولين بيكون ايه في الوزاره؟ والله يعني بتفرق من كل بطل لبطل. يعني ازمه محمد ومروان كان هم تعليقهم ان هم كده كده ناس عايشه بره في انجلترا، واحنا يعني هم خدوا قرارهم، هم كده كده واخدين الجنسيه اصلا من سنه فاتت، يعني هم مش لسه واخدين الجنسيه اصلا دلوقتي يعني. فدول مش اللي هو يعني مش هم دول احنا عندنا غيرهم، في ابطال تانيين وعندنا ناس هنولي ليهم اكتر وهندرس الموضوع وبتاع، لكن يعني في النهايه على فكره الولاء بيجي من الاهتمام يعني طبعا. انا لما هو حتى في التصريح قال لك انا من وانا عندي 14 سنه في انجلترا واتدربت هناك والمدربين بتوعي هناك وكان في تذليل للعقبات، احنا الكلام ده قلناه انا وانت امبارح، فهو حاسس بانتماء لده، ما انا لما حد هيهتم بيا وهيراعيني وهيركز معايا وهيبقى همه ان انا انجح ما هيحصل انتماء طبيعي ليه، خلاص بيبقى شيء غير يعني تلقائي بيجي، على عكس ان انا بكون مفروض بنتمي لجهه ثانيه والجهه الثانيه دي بتجيب لي مشاكل وعماله تعرقل لي مسيرتي ومفيش ماديات كويسه، فغصب عني هروح للي بيدعمني. وانا مش هقول لك ان هو غلطان بصراحه يعني مليون في الميه لا بصراحه، وهو حتى لما اتكلم قال لك انا عندي 30 سنه فالموضوع بالنسبه لي برده سنتين ثلاثه اربعه ماكسيمم، انا لازم ابص لمصلحتي، ومش غلط ان الواحد يبص لمصلحته بالمناسبه، انا ما بشوفش ان ده غلط يعني. دورنا دلوقتي كلامك طبعا صح، انا دورنا بقى دلوقتي ان احنا نبص للناس اللي هم الصغيرين اللي عندهم مشاكل. احنا المشكله ان الاعمار السنيه ما بقتش اللعيبه الكبار في السن خلاص طبعا مع احترامنا ليهم، بس زي ما انت قلتي هم كلها 3 سنين واكيد هيبطل يعني، لكن في لاعبين عندهم، تلاقي لما لاعب عنده 16 15 سنه وعنده مشكله من دلوقتي مع الاتحاد، دي مشكله بقى جدا. المشكله ان انت دلوقتي الصغيرين اللي لسه احنا بنعتمد عليهم وان احنا المفروض نبتدي نبني عليهم ان هم يحققوا لنا ميداليات في الاولمبيات الجايه او في البطولات العالم الجايه، او هم اللي يسيطروا على اللعبه في السنين الجايه من دلوقتي، وهم عندهم 15 16 سنه عندهم مشكله مع الاتحاد، ولما تكبر شويه هتعمل ايه؟ صح، خلي بالك ان معظم اللعيبه اللي دخلوا في المشكله اللي احنا بنناقشها دي وبنناقش تفاصيلها يعني افنوا اعمارهم بالكامل، وهم بيحاولوا في الوقت اللي هم بيحققوا فيه بطولات وانجازات بيحاولوا يذللوا عقبات ويحلوا مشاكل، فجم وهم يعني وصلوا مرحله ان هم خلاص في التشطيب يعني بيشطبوا مشوارهم الرياضي ومش لاقيين برضو حل، فبطبيعه الحال ما تقدريش تغلطيهم قوي. الفكره في ايه؟ ان اللاعب من دول عارفه ان وانت بتوصل لمرحله ايه؟ عارفه ما تحس ان الواحد صعبان عليه نفسه طبعا، انا راجل بتحصل. بطل وظروفي صعبه وعايش حياه ما يعلم بها الا ربنا، ومع ذلك تحديت كل الظروف والصعاب دي وحققت انجازات ورفعت اسم ورايه بلدي، ومش شايف مش هقول لك بقى الامتنان الدعم حاجات، فطبيعي انه يصعب عليه نفسه صح. وبالتالي منطقي جدا ان انت تسمعي على ان فلان هرب وفلان راح بص يعني هي مش هقول الدوله مش اللي بتدعم، انا يعني انا بشوف الدوله بتدعم، بس هي وجود بعض الافراد في بعض الاتحادات او في المراكز اللي هي صاحبه القرار يعني السياديه اللي مش داعمين، سياديه في الاتحادات يعني مش الداعمين، هي دي المشكله مش الدوله، الدوله داعمه بشكل كبير جدا للرياضه المصريه في سنوات اخيره. وقول لنا رايك فعلا شايفها ازاي؟ احنا عندنا اكتر من 28 اتحاد يعني مش هحط رقم بالظبط، بس عندنا، فالدوله هتحط يعني فلوس لايه ولا ايه يا جماعه؟ طب ما هو دايما انا عندي حاجه، ليه انت كاتحاد ما يبقاش عندك مصادر يعني تنمي انت موارد دخلك؟
يعني انت يبقى عندك اكتر، ما تستناش الدعم بتاع الوزاره يجي لك. اه تمام، طبعا كده كده الوزاره هتدعمك، بس ليه انت ما يبقاش عندك انت مصادر دخل، ما يبقاش عندك انت بطولات بتنظمها مثلا في العاب مؤخرا بقت بيحضر لها جماهير مثلا، او حاجه زي في الالعاب الفرديه زي الجمباز، زي يعني انا اتفاجئت في بطوله عالم الجمباز لقيت جماهير في استاد القاهره. يا جماعه كل دوت، انا الجمباز بالنسبه لي لعبه مش شعبيه خالص. فاحنا عندنا في بطولات بيحضر فيها ناس. طب ما انت تستغل ان فيك عندك ارضيه للالعاب دي وتعمل مصادر للدخل بتاعك، بحيث ان انت تصرف حتى لو مش هتقدر ان انت تغطي كل الحاجات اللي انت عايز تصرف عليها، بس عندك مصدر دخل. عندك مصدر دخل. في اتحادات عامله اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده، فعلا في ناس عامله كده بالفعل. الخماسي يعني عندهم بطولات بتنمي الموارد بتاعتها وكده. الخماسي عندنا، الدرجات عندنا، اكتر من اتحاد عندهم هم مصادر دخل، بيعملوا بيعرفوا يعملوا بيسوقوا لعيبتهم صح. كمان تسويق اللعيب دي يعني اللي كانت نهاوند بتتكلم فيه من شويه، فكره ان الاتحاد الشركات الراعيه بتيجي للبطل بعد ما يحقق الانجاز، ودي مشكله كبيره جدا. طب ليه انت دورك كاتحاد ما تسوقش اللعيبه اللي عندك، وطلع ان انا مثلا عندي، انا عندي 1 2 3 4 اللعيبه دول موهوبين جدا، وانا كاتحاد عاملين لجنه فنيه عندها وجهه نظر ان اللعيبه دي بعد كام سنه هتقدر تحقق بطوله عالم. يا رعاه تعالوا ارعوهم من دلوقتي، مش هنستنى لما يحققوا حاجه ودي انت رعوهم دلوقتي. هو ممكن يكون الصعيد الثاني الشركه، انا دلوقتي لو صاحبه شركه طب وانا حرع حد مش معروف ليه؟ بصي هي ليها كذا وجهه نظر. يعني ده بيبص ان هو لما ادفع فلوس لازم ادفع فلوس في حاجه برضو تعمل لي ماركتنج، وعلى الصعيد الثاني هو بيقول له طب ساعدنا عشان يعني نعمل لك ماركتنج بس قدام. هي عايزه يعني عايزه برضو تضحيه شويه من بعض الشركات الوطنيه من صناع قرار في الشركات. لسه هو بس احنا قلناها في نفس الوقت صح؟ يعني لازم برضو من الشركات الوطنية يكون في تضحية شوية ووقوف جنب الأبطال، لأن احنا في الآخر بنقول احنا كلنا بيمثلونا في الأولمبياد، يعني بيرفعوا اسم مصر وكلنا بنسعد أو كلنا بنحزن. فيعني بالتوفيق ليهم. على كل حال احنا بنطرح لحضراتكم الملف زي ما هو، بنتمنى يكون في حلول، بنوصل الصوت للمسؤولين اللي عندنا ثقة ان هم فعلا يشتغلوا على هذه المشاكل، لأن احنا لا نتمنى يعني نسمع حد ولو بطل واحد عنده مشكلة في أي اتحاد كان. يعني نتمنى ذلك حقيقي. نورتينا كالعاده بجد، بتبقى قرايه ممتعه جدا. شكرا ليكي، شكرا ليكم جدا، دايما بسعد بوجودي معاكم والله. احنا اللي بنسعد وبنتشرف. شكرا ليكي. وهنطلع فاصل ونرجع بقى نستقبل حضراتكم في تاني فقراتنا. خليكم معانا. يا اهلا بيكم مره ثانيه. تعالوا بقى نعرف شويه تفاصيل المره دي في عالم بقى كره القدم وفي غير عالم كره القدم. طبعا هنتكلم مع حضراتكم عن كره القدم المحليه والعالميه، وطبعا لازم يكون معانا حد خبير ومتخصص. فاحنا النهارده منورنا الاستاذ عبد القادر سعيد النقد الرياضي. صباح الفل عليك. واهلا. صباح الفل عليك. النهارده عكوسات غير عاديه، ملاحظ مفيش مشكله. اهلا بيكم، منورنا جدا استاذ عبد القادر. طبعا او من غير استاذ، احنا كلنا سن واحد يعني، مش عارفه من الفورماليتي الغريبه دي. بص بقى، طبعا في ملفات عديده وملفات مهمه، وميركاتو شغال طبعا دلوقتي، واسماء كتيره جدا عمالين نسمعها مؤخرا. حابب نبدا من انهي ميركاتو تحديدا؟ اكيد يعني اسخن ميركاتو في السوق حاليا هو الدوري السعودي. يعني في عمليه تغيير جذري بتحصل في الانتقالات في العالم كله، مصدرها السعوديه طبعا. زي الزلازل كده، يقول لك بؤره الزلزال في دوله معينه حاليا صح. التغييرات اللي بتحصل دي بؤره السعوديه. غيرت النجوم في العالم ده أصلاً. حقيقي ده حقيقي. يعني نادي زي تشيلسي مثلا فضي كله راح السعوديه، يعني اكتر من لاعب راح الدوري السعودي، وده جاب له فند كويس، جاب له مبالغ كويسه قدر ان هو يتعاقد بيها مع كريستوفر نكونكو، واحد من اهم اللاعبين في الدوري، لاعب نادي لايبزيج المهاجم الفرنسي المتالق طبعا. فده جاب له فلوس ان هو يقدر يعمل كده. نادي برشلونه نفسه حد يتفاوض معاه من السعوديه، لان عنده ازمه ماليه كبيره جدا، فهو نفسه يبيع اي حد من النجوم عشان يسد جزء من الديون او يعمل صفقات، لكن لسه ما حدش بص لنادي برشلونه. ففي انديه دلوقتي في اوروبا هي بتتمنى ان انديه الدوري السعودي او صندوق الاستثمار السعودي اللي هو بيتفاوض وبعد كده يوزع على الانديه ان هو يتواصل معاهم بس علشان يجي لهم دخل ويجي لهم. وده حال غريب جدا ان انت بتسمع دلوقتي عن برشلونه من الانديه اللي هي كانت يعني توب فعلا في العالم بقالها سنوات طويله جدا، الدروب اللي حصل لهم تقريبا من 2020 حتى هذه اللحظه مستمر، ما قدروش بكل الخبرات اللي عندهم ان هم يرجعوا تاني يقفوا على رجليهم. يعني انا دي مش فاهماها برضو. طبعا هو في مشكله زي ما انت اشرتي حصلت في كثير من الانديه من 2020، فتره الكورونا وفتره غياب الجماهير. طبعا غياب الجماهير هناك مؤثره جدا، لان جزء كبير جدا من دخل الانديه طبعاً يتعلق بالجماهير، ومش بس التيكت اللي بيدفعوه، الستورز اللي في النادي طبعاً، المطاعم، ففي دخل كبير جدا من الاستاد في يوم المباراه، بيبقى في دخل كبير جدا بيروح للانديه. فكل ده راح كتير جدا من شركات الرعايه قللت الفلوس اللي المفروض تدفعها للانديه. باع
بيتبهدل اكتر من غيره يعني. فاهم يعني كبير يعني عندك حق وفعلا يعني مستك من وقتها لغايه دلوقتي مش لاقي اي سبيل للخلاص. طبعا سوء اداره. هو نادي برشلونه دايما في مشاكل اداريه زي كتير من الانديه اللي بنشوفها في مصر. هو عنده الحته دي، عنده التيمه بتاعت الادارات اللي بتيجي، اللي يجي اللي في الفتره الحاليه ينتقد اللي قبله، واللي قبله يقعد يهاجمه علشان يرجع تاني في مجلس اداره جديد. زي عندينا بالظبط، زي الافلام اللي بنشوفها هنا في مصر، بعيدا طبعا النادي الاهلي يعني، بنشوفها في كثير من الانديه الاخرى. فده بيحصل في برشلونه. ده كان سبب ان هم يطفشوا بيب جوارديولا مثلا بعد ما كسب كل حاجه معاهم. تخيل لو جوارديولا كان لسه مستمر في نادي برشلونه حتى الان وبياخد دعم، كان ميسي ما كانش هيمشي ابدا. تخيل لو في نجوم كتير جدا ما كانوش مشوا. هي فكره برشلونه دايما هو في سوء الاداره. اداره على الناحيه الثانيه ريال مدريد بقى عنده استقرار يعني، حدث ولا حرج. لورنتينو بيريز يعني راجل هو المعلم بتاع الشغلانه دي، بتاعت الانتقالات دي يعني، ما يقدرش يخش صفقه ويخسرها. فيعني فكره امبابي ان هو خسر صفقه امبابي، هو هيجيب امبابي، هيجيبه السنه دي، هيجيبه السنه الجايه، هيجيبه مش هيخسر يعني، مش هيستسلم يعني. لكن برشلونه يعني هو عايز يبيع بقى دلوقتي يعني. هو الكام نجم اللي في برشلونه هو مستني عروض ليهم من السعوديه بقى، من اي حته، علشان يسد جزء من الديون ويدفع الرواتب، وبعد كده يفكر هل هنقدر نجيب لعيبه ولا لا. جميل. طيب تعالى بقى يعني هنرجع مرة تانية للماركاتو العالمي، بس خلينا بقى دلوقتي في آخر صفقتين في الماركاتو المصري. ايوه، الشغل المحلي بقى بتاعنا. وعندنا صفقتين كانوا حديث المدينة طول الفترة اللي فاتت وأثاروا جدل واسع، وطبعا بتكلم على رضا سليم وعلى إمام عاشور. فرؤيتك ايه للصفقتين دول؟ طبعا خلينا نبدا بالاحدث. رضا سليم امبارح طبعا كان في تقديم جميل الحقيقه للصفقه من النادي الاهلي. يعني في فكره حلوه، فكره ملعوبه، ان انت بتشبه رحله ابن بطوطه من المغرب الى القاهره، وبعد كده تجيب لاعب من المغرب الى القاهره وتقول ان دي رحله جديده. فهي فكره لطيفه عجبتني، شبه اللي بيحصل في تقديم الصفقات في اوروبا يعني. دايما هما بيعملوا حاجات في اوروبا طبعا بيبقى انتاج ضخم جدا، كانهم بيعملوا فيلم يعني، ممكن يعملوا فيلم قصير كده لصفقه يكلفهم ملايين. شوف احنا عملنا ايه بالظبط في لوكا في النيل. نفس الليفل والله، مش اقل بالظبط. الموضوع في الفكره مش في الانتاج الضخم بالظبط. يعني طبعا منظر جميل، واحنا عندنا النيل ده يساوي مليارات مش ملايين. هو مشهد كان رائع الحقيقه. حتى هو رضا الفويس اوفر بتاعه كان جميل يعني، كان صوته برضو متماشي مع العمل. تحسه سعيد فعلا، مش حد جاي صفقه وخلاص وجاي ينضم للنادي، هو مبسوط. مين ما يبقاش سعيد؟ باين عليه فعلا مين يعني. ما يبقاش سعيد وهو بينتقل من اي نادي في افريقيا الى النادي الاهلي. النادي الاهلي انا ما بحبش حته الاهلي زي ريال مدريد، لان ريال مدريد هو ريال مدريد والاهلي هو الاهلي. الاهلي نادي في افريقيا هو يعني رقم واحد طبعا في الشرق الاوسط، هو رقم واحد بعيدا عن اللي بيحصل في السعوديه، لان ده هيغير الخريطه في الفتره الجايه، وهيبقوا هم اعلى قيمه تسويقيه وزي واعلى ما قال ابو النوادي. انا يعني عجبتني برضو المصطلح، او عجبني المصطلح اللي هو استعمله على النادي الاهلي يعني. طبعا يعني هو كان ابن بطوطه بيقول على مصر ام البلاد، فهو بيقول ان النادي الاهلي هو ابو النوادي او ابو الانديه. فيعني كان صفقه الحقيقه جميله، وبدايه تعارف ليه رائعه مع جمهور النادي الاهلي، ان هم يتعرفوا عليه بالشكل الجميل ده، وكلهم يبقوا فرحانين وبيشيروا الفيديو، وان شاء الله يبقى صفقه موفقه. طيب ده بالنسبه لرضا سليم. بالنسبه بقى لامام عاشور، امام عاشور اكيد على المستوى الفني هو اضافه عظيمه لخط وسط النادي الاهلي. النادي الاهلي كان بيبحث عن بديل لحمدي فتحي اللي رحل طبعا لنادي الوكر القطري. اعتقد ما فيش بديل احسن من كده، ان الاهلي ممكن يتعاقد معاه. امام عاشور بيقدر يلعب في مركز 8، بيقدر يلعب كمان على الاجنحه، شفناه بدايته مع غزل المحله وحرس الحدود كان بيلعب كوينج كمان. في فترته مع نادي الزمالك كان بيلعب في نص الملعب اكتر، كنص ملعب او رقم 10 او رقم 8. فهو طبعا هيكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، والمركز ده مع مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي بينور اكتر، لان شفنا حمدي فتحي اللي كان بيلعب ستة او بوكس تو بوكس لا لقيناه بيلعب مهاجم متاخر مع مارسيل كولر، ولقيناه بيسجل في ماتش نادي الزمالك. كان هو مفاجاه من مفاجات كولر اللي انتهى بفوز النادي الاهلي 3-0. كان لعيبه نادي الزمالك ماسكه المهاجمين، فوجئوا ان الراجل جاي من نص الملعب هو اللي بيلعب مهاجم. حصل في ماتش الرجاء المغربي، اللعيبه برده بتفاجئ ان حد من نص الملعب بيبقى متمركز في منطقه الجزاء وبيتحول الى مهاجم. فامام عاشور يقدر يعمل دي بشكل مميز جدا. كمان النادي الاهلي كان عنده مشكله شويه في حته التسديد، لاعبي خط الوسط مش كلهم بيشوطوا بدقه على المرمى، او مش كلهم عندهم ميزه التسديد. موجوده دلوقتي عند مروان عطيه، وموجوده كمان عند امام عاشور. امام عاشور مميز جدا في الحته دي، فهي صفقه على المستوى الفني الحقيقه ممتازه جدا 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 للنادي الاهلي، وهيستفيد منها مارسيل كولر جدا. وكلنا مستنيين نشوف مارسيل كولر ايه التاتش اللي هيحطه على امام عاشور، لان هو الحقيقه
من نوعيه المدربين اللي بيقدروا يضيفوا كتير جدا للاعبين، بيقدروا يطوروا اللاعبين جدا، يمكن اكتر من لاعب تطور، ابرزهم حسين الشحات، بيرسي تاو، تحولوا كانك جبت صفقتين جناحين. حتى افشه دلوقتي تقدر تقول ان مستواه رجع زي الاول ايام موسيماني، لا ايام موسيماني ومحمد شريف الثنائي اللي كنا دايما نقول افشه وشريف، خلاص الماتش كده اتضمن. الفترة دي يعني كانت قوية جدا. يمكن قفشة كمان هيزيد الموسم اللي جاي، أنا متوقع كده، لأن هو هياخد فرصة أكبر الموسم اللي جاي. شفناه في ماتش الداخلية مثلا، كان تقريبا مان أوف ذا ماتش، مجدي قفشة عمل أسيست حلو رائع. وسجل هدف أكثر روعة طبع. يعني الهدف اللي سجله الحقيقة فكرني بجول رونالدو في تركيا في كأس العالم 2002 في السيمي فاينل، هو التاني لعبها بسن رجله، ده لعبها ببطن رجله، بس هو يعني ضحك على الجول أو ضحك على الحارس فجأة كده، وهو بيجري بيلاقي الكرة طلعت من رجله اتشاطت على المرمى. فهو كان ده بينم عن ذكاء المهارات بتاع كمان المسافه، عارف التحرك، المساحات الضيقه كمان يعني دريبلينج عنده كويس في الحته الحرفنه عارف زي عارف الكره الشراب بتاع زمان بالظبط. هو كان بيلعب في الشارع، اللي بيلعب في الشارع يعني هو قفشه كان بيلعب في الشارع، اللي بيلعب في الشارع يقدر يتحكم في الكره في عبد القادر عنده الحته دي برضه. عبد القادر هو اللي كان عامل له الاسيست كمان، لعيب طبعا كبير ولعيب مميز جدا، هو احرف لاعب في مصر يعني على مستوى الدريبلينج والمهاره والواحد على واحد، لا يعدي من اي حد يعني، مفيش حد في مصر يقدر يوقفه. هو طبعا محتاج يتطور في كثير من الاشياء، زي ما كل لاعب محتاج يتطور ان هو يقدر يخلي المهاره بتاعته دي تبقى متعدده الجوانب ويقدر كمان يساعد بيها، يحولها لشكل جماعي مع الفريق، مش دايما يبقى الحل الفردي هو الحل الامثل. انا بالنسبه لي بحب الحل الفردي، يعني انا بحب اتفرج على كوره حلوه بالظبط، لكن مش اي وقت تعمله يعني، لان ممكن تبقى فريقك متقدم بهدف ومضغوط، ممكن فريقك يبقى خسران، فلازم ساعتها تختار الحلول الجماعيه وتختار ان انت تسجل اكتر ما تختار ان انت تمتع نفسك. انا بحب اللاعب اللي بينزل عايز يتبسط يعني، عايز يعمل ترقيصه حلوه، عايز يعمل جول حلو، بس ده ما يكونش على حساب العمل الجماعي للفريق. فهو عبد القادر لو ظبط الحته دي هيكون احسن لاعب في مصر وهيكون اساسي في منتخب مصر ان شاء الله. طيب بالنسبه لرضا سليم، قبل ما نقفل الملف، لان برضو انا اتكلمت ده في الانترو مع كريم، كنا بنقول ان الناس كانت فاكره ان وجود رضا سليم حاليا ممكن ان هو يؤثر على وجود لاعب اخر، وكان طرح اسم بيرستا وغيره، وانا كنت اتكلمت ان الكلام ده غير وارد، انت بتدعم صفوفك لا اكثر لا اقل، ما فيش حاجه اسمها هيجي محل او هيجي مكان لاعب عندنا اساسي. برضو النقطه دي عايزين نروح لها قبل بقى ما ننتقل للمصري والكاس وغيره. طبعا احنا في سوق انتقالات، يمكن يجي عرض للنادي الاهلي برقم لا يمكن رفضه، فالنادي الاهلي يوافق او النادي الاهلي يرفض، دي في النهايه تعود الى مارسيل كولر ولجنه الكوره واداره النادي الاهلي بالظبط. لكن هل رضا سليم جاي عشان بيرستا وماشي؟ لا طبعا، رضا سليم جاي علشان النادي الاهلي محتاج يدعم صفوفه. ناس كتير قوي تقول انت مش محتاج دعم، انت عامل كل حاجه، النادي الاهلي كسبان كل البطولات تقريبا، مش تقريبا، كل البطولات فعلا اللي شارك فيها الموسم اللي فات 5 بطولات شارك فيها النادي الاهلي كسبها، باستثناء كاس العالم للانديه، مش مرشحين حتى الان يعني احنا نكسب كاس العالم للانديه كاي نادي مصري، لكن بقيه الانديه كل بقيه البطولات كلها النادي الاهلي كسبها. لكن ده ما يخلكش ان انت تقول انا مش محتاج حاجه، بالعكس، فالنادي الاهلي بيدعم علشان يحافظ على اللي عمله، لان خلي بالك الموسم اللي جاي هيبقى صعب جدا جدا، لان انت كل هيبقى متحفز ضدك، ايه النادي اللي كسب كل حاجه ده؟ فاحنا نحاول ان احنا نوقفه، زي دايما اي نادي في مصر لما كان من زمان من قديم الازل لما يجي لهم النادي الاهلي بقى في المنصوره في طنطا في بنها في اي ملعب في المحافظات، اسماعيليه اسوان، هو دايما عايز يوقف النادي الاهلي، هي البطوله عنده ان هو يكسب النادي الاهلي او ياخد نقطه من النادي الاهلي ويقول يبقى ماشي كده مع اصحابه في المنطقه اللعيب، او يبقى ماشي مع اهله، احنا كسبنا النادي الاهلي، انا حطيت هدف في النادي الاهلي او حطيت جول في النادي الاهلي. فهو ده الموسم الجديد هيبقى كده، النادي الاهلي هو الموسم الجديد باين اهو صوره يعني الكنس ما بين اللعيبه والصفقات الجديده، وخصوصا امام عاشور وعلاقته القويه بين كهربا ومع قفشه مع معظم اللعيبه حلوه، ولقت استحسان كبير كمان مع الجماهير، الاندماج ده مطلوب جدا، والسرعه في الاندماج كمان. طبعا هو امام كمان ذكي، ان هو بالكام صوره اللي عملهم او كام موقف اللي عمله على السوشيال ميديا، فهو كسب جزء كبير جدا من جمهور النادي الاهلي، فهو واضح انه لاعب ذكي، رغم ان الاثنين بيتنافسوا على نفس المركز تقريبا، الاثنين ممكن يلعبوا 10 يعني مركز 10 ومركز صانع الالعاب، لكن قفشه كمان من اللعيبه الطيبين قوي، اللي هو يعني ما عندوش مشكله مع حد، متصالح مع نفسه، متصالح مع الدنيا كلها، فهو لقطه جميله كبير يعني. على فكره واثق في نفسه وفي قدراته طبعا، اللاعب اللي هتلاقيه شاكك في نفسه شويه تلاقيه بيعمل مشاكل، في لعيبة عندها ايجو بقى وحاجات بالظبط، في لعيبة عندها ايجو عالي قوي، اللي هو انت مين عشان تلعب مكاني، او طبعا سمعت ان لعيبه كتير حصلت،
شخصياتها قبل ما تيجي تنضم في الانديه بتاعتها السابقه، قبل ما تيجي تنضم للنادي الاهلي بتكون شخصيه، ولما بتنضم للنادي الاهلي شخصيه تانية خالص، وامثله من ده كتير يعني. فبتلاقي شخصيه بقت رزينه، بقى اعقل، بقى في فكر احترافي اكتر، اسلوب مختلف، ده باين في اكتر من صفقه كمان. هو الاهم من الشخصيه السيستم اللي بيتحط فيه الشخصيه دي. يعني مثلا مثال عادي جدا، ناس ممكن تبقى حياتها شاب مثلا حياته منفلت شويه فيخش الجيش يتعلم الانضباط. هو النادي الاهلي كده، النادي الاهلي هو بيعلم لو في لاعب مثلا هو عنده انفلات من نوع اخر يعني او من نوع ما، بيخش النادي الاهلي بيتعلم الانضباط، لان بيتعلم. هو لو ما التزمش مش هيبقى ليه مكان في النادي الاهلي. طبعًا ما عندناش ده خالص. طبعا حصلت امثله كتير بدون ذكر اسماء، لعيبه كتير دخلوا النادي الاهلي ما كانوش شبه النادي الاهلي فمشوا على طول ما خدوش اي فرص. لكن في لعيبه كتير برضو دخلت النادي الاهلي وتغيرت وكانوا اضافه مميزه. تعال بقى نرجع مره ثانيه للميركاتو العالمي ومساله الانتقالات والكلام اللي كان برضو يعني رايح جاي كتير، وتلقيح متبادل بين مبابي وبين القائمين على باريس سان جيرمان، وناس كتير بتحاول تتكهن يا ترى هتبقى وجهته اللي جايه فين في ضوء القلق اللي كان حاصل الفتره الاخيره. انت شايف ايه؟ تحسها مشكله الدوري المصري برضو شويه يعني. مش متعودين في اوروبا نلاقي نادي بيتخانق مع لاعب ولاعب بيتخانق مع نادي وما يروحش التمرين، رايحه جايه وحصلت اكتر من مره مؤخرا، حصلت مع كريستيانو وتين هيج، وحصلت دلوقتي بين ناصر الخليفي الاونر طبعا وميبابي. يعني غريبه شويه، بس هو اعلاهم او اكثرهم صخبا حاله ميبابي يعني. ميبابي بالذات يعني رونالدو كان في اخر ايامه في اوروبا ما كانش مؤثر بالدرجه الكبيره، يمكن الجمهور يزعل مني دلوقتي، لكن هو كان خلاص في نهايه مسيرته. رونالدو دلوقتي في نهايه مسيرته، انا بعتبره هو وميسي اعتزلوا، بس هما بيلموا فلوس بس قبل ما يقعدوا في البيت يعني. لكن مبابي لا، مبابي لسه. واي فلوس؟ فلوس مش هيعرفوا يصرفوها يعني، ممكن يشتروا انديه. ممكن يساعد في صرفها لو حد ضرب مننا. بالظبط، عندنا خطه محكمه تصرفها. عندنا خطط كتير مميزه. هما يجوا بس. فهم ممكن يشتروا انديه اصلا بالفلوس دي. طبعا. يعني السعوديه طبعا اشترت نيوكاسل ب 300 مليون يورو. رونالدو المرتب اللي هياخده في الفتره دي اكتر من اللي اتدفع في نادي نيوكاسل، فهو رونالدو اوريدي عنده بيزنس كبير جدا طبعا في كتير طبعا من المجالات، وميسي طبعا بيحاول يعمل كده كمان في صفقته مع في الدوري الامريكي انتر ميامي، دخل في ارباح كثير من الشركات، مش عايز اقول اسمها برضه عشان ما يكونش في اعلانات، لكن هو ده البيزنس دلوقتي. لكن مبابي لا، مبابي هو يعني متوقع لسه بدري كمان، ولسه قدامه سنوات طويله في الملاعب يعني. متوقع يكون هو النجم اللي بيكسب البالون دور في السنين اللي جايه كلها. يمكن ينافسه هالاند، يمكن ينافسه بيلينغهام، يمكن ينافسه حد تاني، فيل فودن مثلا، واحد من المواهب الواعده جدا في الدوري الانجليزي ومانشستر سيتي. فهو مبابي هو تقريبا رقم واحد دلوقتي في الكره العالميه بعد خفوت نجم ميسي ورونالدو، هو رقم واحد دلوقتي مع هالاند يمكن. بس هو من وجهه نظري لا، هو افضل من هالاند كنجم كبير طبعا في الكره العالميه. لاعب متكامل هالاند، آلة تهديف هالاند. وخلي بالك هالاند الموسم اللي جاي هتلاقيه حاجه تانية كمان مع بيب جوارديولا، لان جوارديولا برضو بيطور حاجه تانية اكتر من اللي هو عليه، حاجه تانية اكتر بكتير. هيطير. خلي بالك الموسم اللي فات كان جوارديولا بيطلعه لما يجيب ثلاث اجوان يطلعه بين الشوطين. فهم لما سالوه حد قال ده مش عايزه يكسر رقم ميسي مثلا في دوري الابطال، فهو قال لا، لو كسر الارقام دي دلوقتي هيعمل ايه المواسم اللي جايه. فهو عايز يعمل له حوافز ودوافع كمان المواسم اللي جايه، وعايز يطوره، ما يبقاش بس فكره المهاجم اللي هو في البوكس مستني الكوره علشان يعمل فينش. لا، هتلاقيه بيشارك في بناء اللعب زي اي لعيب صغير في الحجم زي ميسي. لكن هو طبعا اللعيب القوي في الحجم ده بيبقى جوه البوكس دايما بيخبط ويستنى الكوره وكده. لكن نرجع تاني لمبابي، هو طبعا مشكلة كبيرة ان هو عايز يمشي من باريس يروح ريال مدريد. ريال مدريد نفس الأزمة اللي اتكلمنا عنها في برشلونة هي عنده بس بشكل أخف شوية. فريال مدريد مش عايز يدفع 250 مليون يورو. فهم بيلعبوا لعبة شوية برضو شبه اللي بتحصل في الانتقالات عندنا في مصر، ان ريال مدريد عايز يستنى السنة دي تخلص وياخده ببلاش. فباريس قال لا، طب انا دافع لك فلوس غير طبيعية، وبعدين ده في شهر 8 دلوقتي هياخد كمان مكافأة ولاء مش فاكر 70 او 80 مليون يورو. فازاي انا ادفع لك الفلوس دي كلها عشان انت تمشي؟ طب احنا كلنا ولاء وانتماء، اقسم بالله. انت لو بص لو عصرتنا هنشر ولاء يعني. ايه ليه كده؟ ليه كده؟ ليه احنا مش في المنظومة دي؟ يعني حظنا احنا ممكن ناخد 70,000 جنيه على مش 70 مليون. خليهم يورو طيب. ايوه طيب. فيعني هم خايفين يخسروا. دي افسدت كره القدم ولا بالعكس زودت من المتعه؟ يعني انا شايف انها بوظت الكوره، لان دلوقتي انت اللي معهوش فلوس مش هيكسب
طبعا. مش هيجيب لاعبين، مش هيقدر يعمل صفقات، هتلاقي حاله زي حال برشلونه دلوقتي. برشلونه بيدور على لعيب الفري اللي ممكن يجيبه ببلاش زي الكاي جوندوجان، حالهم بقى صعب قوي بالظبط. ميلان كان عايش على القصه دي، انديه الدوري الايطالي كلها كانت عايشه على القصه دي. فانت دلوقتي اللعيب اللي في اوروبا اللي بياخد مثلا يعني زي صلاح مثلا 400,000 باوند في الاسبوع، ممكن يروح السعوديه ياخد مليون، ياخد 2 مليون في الاسبوع. فهو يفكر انا لو رحت عملت عقد 3 4 سنين زي فيلم شحاته ابو كف كده في مصر زمان، يقول لك اروح اعمل 3 4 سنين في الخليج وارجع اعيش ملك. فهو بيفكر كده ان هو 3 4 سنين خلاص هو مش محتاج يعمل اي حاجه ثانيه في حياته، غير اللعيبه اللي عندنا في مصر مثلا بيقول لك ايه البيزنس اللي ممكن اعمله بعد ما اعتزل. فاللعيب اللي بيعمل صفقه زي دي هو مش محتاج يعمل حاجه بعد ما يبطل كوره. فهي دي الفكره. لكن بابي قرينا ان عنده عرض ب 700 مليون يورو في، ما تاخدوش من الرقم بقى يعني، 700 مليون يورو ده اعلى منهم كلهم في سيزون واحد. بقى وصل 700، كان اخر حاجه 600. لا يعني هو موضوع 700 هو عشان ممكن يحسبوها بالدولار او باليورو، بس هو 700 مليون دولار في سنه واحده، فهو رقم يخليه. وخلي بالك هم كمان اذكياء في العرض، لان العرض ده ما يترفضش، لان هو سنه واحده وبعد السنه دي هتروح ريال مدريد، فيبقى انت استفدت فلوس. وهو ما ريال مدريد جابك ببلاش، ما وافقش لسه. لا كلموه بقى، كلموه لي من باكر، معقوله لسه بيفكر اصلا؟ طب ما هي السنه دي كده كده يعني داد بالنسبه له بالظبط. بس هو كمان باريس هيبقى استفاد، لانه هياخد 300 مليون. هو مش عايزه يستفيد، هو واضح ان في حاجه مش لا هو عايز يلعب بسرعه في ريال مدريد، لان هو ممكن يشوف ان السنه اللي هيلعبها في الدوري السعودي هتخرجه بره البالون دور، مش هيبقى هو النجم بتاع اوروبا، مش هيقدر يعز ارقامه في دوري ابطال اوروبا. لعيبه كتير ممكن تختار الكوره عن الفلوس في الوقت الحالي، خاصه ان هو اوريدي عنده فلوس كتير في باريس سان جيرمان، بياخد ارقام كبيره جدا. فلو خد ضعف او ضعفين في السعوديه، هو لا بالنسبه له السنه دي السنه في اوروبا اكتر. لكن ليه لا، ممكن يعني ممكن تحصل الكام يوم اللي جايين ونشوف مبابي بيكسر الدنيا في خبر يمكن هيبقى اهم من خبر انتقال رونالدو للدوري السعودي. طب الحمد لله على كل حاجه. عامه شايف ان احنا نختم كده الموضوع واسع قوي كده. حلو قوي، بارك الله فيك كده جدا، نورتنا حقيقي. ولو ان كنت عايزه اروح معاك لكن ضيق الوقت، احنا كنت عايزه اروح معاك للماتش القادم المصري طبعا وكاس مصر، بس انا عندي سؤال صغير ممكن نلحق نجاوب عليه. هل الوضع ما هتشوفه او رؤيتك للمباراه هتكون مختلفه شويه عن مواجهه المصري في الدوري، خصوصا بعد النتيجه يعني الاخيره للاهلي؟ طبعا كليا مختلفه كليا، لان النادي الاهلي في مباراه المصري كان بيلعب بالصف الثاني والثالث كمان، كان بيجرب، كان بيريح معظم الاساسيين. لكن ماتش المصري اللي جاي في بطوله الكاس هو اخر ماتش في السيزون، الحمد لله يعني اللعيبه اتبسطوا وتاخدوا اجازه، بعد كده في راحه سلبيه والموسم هينتهي، وهنرجع بقى الموسم الجديد نكمل السيمي فاينال بتاع كاس مصر اللي فات، مش عارف سنه كام اتلخبطنا الحقيقه، على بعض كله داخل على بعضه يعني، الموسم فاتح على بعضه يعني. فان شاء الله دي تبقى ختام مسك للنادي الاهلي في البطوله او في الموسم، ويقدر ان هو يوصل سيمي فاينال ان شاء الله ويكمل الموسم اللي جاي باذن الله. بنشكرك على وجودك معنا النهارده، شكرا جزيلا، نورتنا واسعدتنا كالعاده. وعلى ذكر يعني المسك الختام، نختم بقى مع حضراتكم طبعا بمسك ختام صفقات النادي الاهلي امام عاشور، وطبعا ان شاء الله احنا مستنيين منه ومن كل حد لابس تيشيرت النادي الاهلي انه يقدم اقصى ما عنده لارضاء و السعادة جماهير النادي الأهلي في كل مكان. بشكركم شكرا جزيلا، نشوفكم على خير إن شاء الله.